طيب كام نقطة اللي هي كده عشان ايه؟ خلاص كان في سؤال قبل كده دلوقتي قبل ما انتوا تيجي، بس انا قلت اجاوبه لما يبقى كله موجود تمام؟ لو لسه لغاية دلوقتي مش عارف ازاي تخش امتحان، او ازاي بعد ما تخش الامتحان تخش تاخده مرة تانية، او ازاي بعد ما تخش الامتحان تعرف الغلطات بتاعتك فين، او ترجع تاني للمكان اللي بيطلع لك الاسئلة اللي الغلط، اي حاجة لها خاصة بالايه بالامتحان. فانا خليت ماجد فتح الاكونت بتاعه، ده الاكونت بتاعه مفتوح قدامكم دلوقتي على الويب سايت برضه عشان يبقى ده مسجل لو في حد عايز يبقى يشوفه بعد كده. ادي الكلاس بتاعنا تمام، انتروداكشن داش ام اتش 9. زي ما قلنا احنا في صفحتين اساسيين بنخش عليهم، الصفحه الرئيسيه طبعا اللي هي بنفتح منها الكريكولم او المنهج اللي هي هتحمل دلوقتي بنسميها الهوم بيج مثلا او المين بيج بتاعتنا. وطبعا في صفحه ثانيه اللي هي بقى هنركز عليها النهارده اكتر اللي هي بتاعه الاساينمنتس او الامتحانات. اوكي زي ما انتم شايفين الكلاس هنا في فيديو موجود على اليمين، ده واقف دلوقتي على الهوم بيج. هنا بيبقى جايب لك حاجه اسمها الكورس ستريم، يعني اخر حاجه حصلت لو في كالندر، لو انا عامل لكم حاجه اسمها كالندر يعني تبقى عارف المواعيد بالظبط كل حاجه امتى. ريسنت فيدباك يعني مثلا هنا اخر حاجات هو عملها ماجد تمام. لكن زي ما قلت هنا في الصفحه ديت بنفتح منها المنهج، انا مش عايزها في حاجه، انا هروح على assignments تمام. زي ما انتم شايفين فاكين طبعا قلت لكم الحته دي قبل كده، لو دخلت هنا ولقيتهم متلخبطين كده، شايفين متلخبطين ازاي؟ انت مش عارف لهم ترتيب، دوس على التايب اوكي، والمره الجايه هتلاقيهم مترتبين بهذا الشكل. تلاقي في سكشنز حاجه اسمها البري تيست اكزام، ده المفروض قبل ما تخش الكلاس كنت انا امتحانهم تمام. بس ده طبعا امتحان لو فتحته وعايز تبص عليه هتلاقيه بيمتحنك في الاي تي، في الانترنت، في الويندوز، يعني كلام ملوش علاقه بالكورس. بعد كده الشابتر اكزام 1 2 3 4 5 6 فبلاس ان 6 بنتكرر مرتين، لان له شابتر اكزام عادي وله حاجه اسمها بي تي براكتس سكيلز اسيستنت. بي تي هنا اختصار لباكيت تريس، وده واحد هيبقى اول امتحان نشوفه ساعتها مع بعض ان شاء الله لما نوصل شابتر 6، هيبقى حاجه مهمه بالنسبه لنا لانه امتحان باكيت تريس. خلي بالك مش زي الهوم ورك اللي انت خدته او الباكيت تريس اللي عملناه في الكلاس المره اللي قبل اللي فاتت ولا حاجه، لا ده امتحان ايه باكيت تريسر بتاعنا في البيت عادي جدا، لكن الامتحان نفسه بيشتغل جوه باكيت تريس هتشوفه ساعتها. وبعدين شابترز لغايه تاني. بعد كده في حاجه اسمها سكيلز اكزام، وفي واحد اسمه بي تي باكيت سكيلز اكزام، وده تاني كلمه البي تي يبقى ده باكيت تريس، بس ده هيبقى الامتحان الفاينل العملي بتاعنا ان شاء الله. اوكي؟ يعني ده بتعمله في الاخر خالص بعد ما بنخلص الكلاس بتاعنا 11 شابتر كلهم. في واحد تاني اسمه هاندز اون سكيلز اكزام، وده الدرجه العملي، يعني ده مش امتحان حتى في الدرجه اللي انا بحطها لك لشغلك الايه؟ العملي يعني. تمام؟ طبعا في موديول 1 يعني مفيش عمل كتير فيري مينيمال بالنسبه لنا، لكن فلو هيبقى ده له قيمه كبيره في موديول 2 3 و4 اللي هم هيبقوا العكس عامل كتير. بعد كده في امتحان اسمه براكتس فاينل، وواضح من اسمه ده التدريب على الامتحان الفاينل، وده اللي بنحله مع بعض هنا في الكلاس كمراجعه قبل الفاينل. الفاينل نفسه طبعا ده الفاينل اكزام اللي بتبتدي تمتحنه هنا واللي لازم تجيب فيه 70% عشان تنجح. اخيرا في حاجه اسمها انستراكتور يوز اونلي اساين ستودنت باس تيلز، دي حاجه تبعي انا، لما بتبقى هنا بتاخد فيها درجه معناها ان انا نجحتك في الكلاس تمام. والكورس فيدباك وده رايك في الكورس هنتكلم عنه ساعتها لما نوصل لامتحان الفاينل، بس انت شرط قبل ما تمتحن امتحان الفاينل سيسكو بتطلب منك تخلص ده عامل زي سيرفي عارفين استطلاع راي تمام، بيسال راي حضرتك فين في الكورس. طيب نرجع للكورسات زي ما قلنا، مثلا هنفترض شابتر 1 اوكي، انا خلصت شابتر 1 لما اجي اخلص شابتر 1 فهدوس على شابتر 1 وهنشوف الاوبشنز اللي هتطلع لي. عشان هو خلص شابتر 1 قبل كده هتلاقي فيه كذا اوبشن، اوكي؟ أول حاجة الدرجة القديمة اللي جابها، وهنا بيجيب لك إيه؟ آخر درجة، دي آخر درجة، لأنك ممكن تخش امتحان كذا مرة، صح؟ فبيجيب لك آخر درجة اللي هي زي ما شايفين نسبة البرسنتج الموجود هنا اللي هو 16.2% دوت، وتحتيها ريتيك أسسمنت، واضح اللينك دي ريتيك، تاخد الامتحان إيه تاني؟ لو عايز تاخد الامتحان مرة تانية، وبعدين أسسمنت هيستوري، ده بيجيب لك تاريخ مراتك اللي خدت فيها الامتحان، كنت خدته إيه؟ اكتر من مره، يجيب لك كل المرات السابقه تمام. طيب يبقى اذا لو ماجد عايز يحسن الدرجه ديت او عايز يخش امتحان تاني يتدرب او وات ايفر هيدوس على ريتيك اي اسيس تمام. اطلع له نفس الصفحه، يعني لو دوست عليها دلوقتي هتطلع نفس الصفحه اللي بتاخدها، بيقول لك الامتحان ده متاح لغايه يوم كذا، وقت الامتحان كذا، بتقول له كونتينيو هنا تمام، بيقول لك هيبقى في 23 سؤال تاني الوقت كذا بيجن هيبتدي. نفس الاسئله تمام، نفس الاسئله بس انا مش هنضيع.
جميل جدا. لو عايز اعرف بقى الدرجه ديت انا جبتها ليه، انا ايه اللي خلاني اجيب الدرجه ديت اللي هي 26 مثلا، او هنا لا 62%، بتدوس على البرسنتج نفسها. يعني شايفين دوست على برسنتج، فتح ويندو ثانيه بيقول لي اوكي الدومين نولج ويتد سكور، وفي تحت حاجه اسمها الدومين نولج باينري سكور. برضه بقى كان بيسال انا مش فاهم في درجتين، انا جايب 62.2 ولا انا جايب 50%؟ انا مش فاهم ايه الفرق بين الويتد سكور وايه الفرق بين الباينري سكور. اقول لك الفرق، الفكره بسيطه جدا. انا بديك كويستشن دلوقتي كده تمام، وبديك شويه اختيارات، مثلا افترض ان انا بديك خمس اختيارات وكاتب لك في اخر كويستشن هنا تشوز تو. اظن شفتوا الناس اللي دخلوا الامتحان شافوا هذا السؤال صح؟ يبقى اذا انا المفروض اختار اثنين، اخترت الاثنين دول. في طريقتين لحساب هذا السؤال. الباينري معناه يا زيرو يا 1، فاكرين هم في حاجه نظام عدد اسمه الباينري ب 0 و 1، فمعناه ايه؟ السؤال ده غلط يا صح، مفيش حاجه غلط. يبقى اذا يا هديك صفر هنا لو الاجابتين مش صح، يا هديك مثلا الدرجه بتاعته 2 لو الاجابتين ايه؟ صح. اوكي؟ يبقى اذا لما نبص على السكور اللي تحت هنا اللي هو الدومين نولج باينري سكور، دي بالظبط 50% معناها ان هو جاوب 50% من الاسئله صح و 50% من الاسئله غلط. الله، طب ايه اللي فوق اللي هو بيقول جاب 62.2%؟ ازاي؟ بالطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه اسمها الويت، الويت يعني الوزن. ازاي؟ يعني باوزن السؤال، بتوزن السؤال ازاي؟ حضرتك السؤال ده من درجتين تمام؟ في احتمال انك تاخد صفر، وفي احتمال انك تاخد واحد، وفي احتمال انك تاخد اثنين. ازاي؟ لو جاوبت واحده من دول كانت صح، دي صح فعلا بس دي غلط، دي مش هي الاختيار الصح، كنت المفروض تختار اخر واحده مثلا، هيديك ايه؟ واحد درجه تمام؟ اذا في طريقتين للحساب، هم عم يجيبوهم لك كده طريقتين للحساب. طبعا انهي طريقه اللي بتتحط في الاخر في جدول الدرجات زي ما شفتوا كانت 62؟ انا بقولها لك بطريقه ابسط كده خالص بدل القصه دي كلها. في رقمين صح؟ مين الرقم الاعلى؟ هي دي الدرجه بتاعتك تمام؟ يعني هنا 62 و50، يبقى الدرجه كام اللي انت جبتها؟ 62. هو ده اللي بيتحسب وهو ده اللي احنا ايه ماشيين عليه. واضح النقطه دي؟ طيب نيجي بعد كده ايه هنا؟ Based on your responses is assessment you have the below feedback. هو ده المهم جدا زي ما قلت لكم، لان ده اسمه تقييم مش امتحان. ليه بنسميه assessment؟ لانه تقييم لحضرتك وليا. فتلاقي في حاجتين personalized feedback و item feedback. خلينا نشوف دوت ونشوف دوت. دوس على personalized feedback دوت الاول. هنا بيجي لنا المنهج بتاع شابتر 1 زي ما انتم شايفين بالصفحات كده. شابتر 1 1 1 1 1 2 مش عارف ايه وهكذا. بس هيك هو جايب لنا المنهج كله لغايه شابتر 11. بس ايه الفكره؟ اشمعنى دول كده نطلعهم؟ الصفحات اللي طالعه دي يا جماعه هي اللي انت غلطت فيها. تمام؟ يعني اي واحده من دول هنا كده هي دي اللي انت ايه؟ الصفحات اللي انت غلطت فيها. واضح الفكره؟ طيب اوكي، هتقول لي يعني انا اروح الصفحه ديت واقعد ادور، ممكن تقراها تاني، ممكن تعمل برنت او ايميل للريبورت ده، بس الافضل يمكن لناس كتيره انك تدوس على بدل البيرسوناليز فيدباك دوت اللي هو بيطلع لك مثلا انت غلطت في ايه لكن مش واضح، تدوس على ايتم فيدباك. لما تدوس على ايتم فيدباك هيجيب لي كل سؤال غلطت فيه. مش هيجيب لك الاسئله الصح، هيجيب لك بس الاسئله اللي انت غلطت فيها. يعني مثلا باجي هنا كان في سؤال بيقول What two criteria are used to help select a network medium from various network media؟ اوكي؟ يعني ايه حاجتين دي معاها حاجه تمام؟ عشان خاطر تساعد حضرتك انك تختار نتورك ميديا معين من الميديا، يعني تختار الميديا بتاعتك، سيبك من اللف وما قلنا الكلام بتاع سيسكو، سيسكو اتعود على كلام غريب. اوكي؟ كان ممكن يقول سؤال بطريقه ابسط كده بكتير، ايه كرايتيريا؟ تمام؟ وليه يقول ميديا وبعدين ميديا؟ تمام؟ ما تقولك يعني انت تختار واحده من الثلاثه، ايه اللي يخليك تختار نحاس ولا فايبر ولا مثلا ايه؟ وايرلس. فايه حاجتين منهم؟ وبعدين بيجيب لك ان كان في خمس اختيارات. Your response اللي هو بيتعلم عليه ده، شايفينه؟ ده الاختيار اللي انت اخترته كطالب، الصح اظن الواضح اللي بيتعلم عليه ايه؟ بالعلامه الخضراء ديت، وبعدين تحت هنا هيقول لك ليه؟ يعني هو مش بيسيبك يقول لك ده الصح وانت غلط، لا بيقول لك ليه؟ الكلام دوت كده، مش مقتنع بالكلام دوت او ده مختصر قوي لانه حته بسيطه ثلاث اربع سطور زي ما انتم شايفين، بيقول لك روح للصفحه دي 1 2 1 نتورك ايه؟ كومبوننت، واقرا الصفحه ديت هتلاقي الكلام ده كله وساعتها هتلاقيه بالتفصيل. تمام؟ نفس الكلام السؤال اللي بعده واللي بعده وهكذا. واضح الفكره؟ فده هو القيمه الكبيره اللي موجوده للاسسمنت ساعتنا عشان تبقى فاهم. مش القيمه بتاعت الاسسمنت موضوع ان انت تخش وتجيب الدرجه ولا 100% ولا تجيب 50 ولا تجيب 30، مش هي دي القيمه خالص اللي احنا عايزينها. واضح؟ طيب قبل ما نكمل خلينا نفتكر احنا ايه الحاجه المهمه اللي عايزك تفتكرها، وهناكد عليها طبعا في اول كل شابتر دلوقتي زي ما هنشوف.
وهي المودلز بتاعتي. عندنا اثنين موديل كده. اوكي. اثنين. ستة. خمسة. ستة. لو فاكرين اول حاجة كانت موجودة في الموديل بتاع الـ OSI كان طبعا رقم 7 او الخطوة رقم 7 اللي اسمها application، كان في خطوة رقم 6 اسمها presentation، كان في خطوة رقم 5 اسمها session، في خطوة رقم 4 اسمها transport، في خطوة رقم 3 اسمها network. وعادي جدا انت ما تبقاش فاكر الكلام دوت، وطبعا اكيد لسه ما ايه ما حافظتوش. واخيرا اخر واحدة كان اسمها ايه؟ physical. على الناحية الأخرى كان عندنا هنا application بتساوي ثلاثة من نفس من التانيين، هنا في transport، هنا في اسمها internet، وآخر واحدة اسمها network access. تمام؟ زي ما قلنا الخطة بتاعتنا ايه من دلوقتي لغاية لسه يعني كذا أسبوع قدام، هنبتدي من تحت هنا كده واحدة واحدة لغاية لما نوصل ايه لفوق. يعني دول كده إن شاء الله في شابتر ايه؟ 10. تمام؟ دول شابتر 9، دول ما شاء الله شابتر 6 و7 و8، تلاتة شابتر ايه لوحدهم، ودول اللي احنا هنبتدي فيهم النهارده اللي هم شابتر 4 وكام؟ و5. تمام؟ فدي الخطه بتاعتنا. ايه القصه؟ هنبتدي من هنا من تحت ان احنا نبدا نشوف يعني ايه اصلا الفيزيكال لير؟ يعني ايه الداتا لينك لير؟ ايه وظيفه ديت؟ ايه وظيفه ديت في المطبخ بتاعي؟ ايه المطبخ بتاعي؟ احنا بنعمل الشبكه دي في الاخر عباره عن مجموعه خطوات. فكر في اي حاجه بتطبخ بتلاقي فيه ايه؟ المقادير، وبعدين الطريقه فيه شويه خطوات كده نفس الفكره. فاكرين المثال اللي قلت لكم مره فاتت مثلا المصنع بتاع العربيه، اوكي؟ نفس الفكره، اي حاجه بتتعمل بيبقى فيها مجموعه من الخطوات. واضح احنا عايزين نفهم ايه اللي بيحصل في الشبكه عشان الخطوات دي تتم. تاني نفس المثال، حضرتك كتبت فيسبوك دوت كوم ودوست انتر، ايه اللي حصل في الخلفيه؟ تمام؟ فاحنا نبدا من هنا ليه؟ ايه وجهه نظر سيسكو انك تبدا من تحت هنا ما تبداش من فوق؟ في فكرتين. اول فكره زي ما قلنا المره اللي فاتت لو فاكرين ان الحته اللي فوق دي 7 و6 و5 او اللي هنا اسمها الابلكيشن بنسميها الناحيه الثانيه مش مهمه اصلا كتير بالنسبه لسيسكو. سيسكو ما بتفكرش في الحته دي كتير، دي حته تبع مايكروسوفت، تبع لينكس، تبع السيرفرز، تمام، تبع الاوبريتنج سيستمز، هي اللي بتركز فيها ايه؟ اكتر. لكن سيسكو بتركز اكتر هنا في اللير 1 و2 و3 او اللايرز دول هما نتورك اكسس وانترنت او فيزيكال وداتا لينك ونتورك. فده السبب ان احنا نبتدي من ايه؟ من تحت بحيث ناسسك هنا اكتر، وهي فعلا هتاخد الوقت الاكبر بالنسبه لنا الجزء دوت. تمام؟ السبب الثاني انك ممكن لما تبدا من هنا تلاقي موضوع فاميليار بالنسبه لك، يعني ايه؟ سهل ان انت يوصل لك. انا لما اتكلم على الفيزيكال دلوقتي هنتكلم على كابلات. يعني هنبدا دلوقتي اول حاجه بالايه؟ بالفيزيكال. فيزيكال يعني كابلات. فدي حاجه انت شفتها، حاجه تقدر تمسكها بايدك وحاجه ايه؟ ملموسه، فهتبقى مفهومه بالنسبه لك. لما نتكلم على الاجهزه اللي بتشتغل هنا والحاجه اللي توصل في الطبقه دي هتلاقيها سويتش، هو جهاز بسيط جدا. يعني في الحقيقه السويتش ما هواش جهاز صعب ولا معقد مقارنه باخوه الكبير اللي هيطلع فوق هنا اللي هو الراوتر. تمام؟ اللي هو اصعب سنه بسيطه يعني. فاذا هتلاقي الموضوع هنا يبدا موضوع انك تفهم ازاي الشبكه بتشتغل، الفكره بتاعتها هتبدا تثبت حبه حبه ويبدا شويه شويه تفهم ايه اللي بيحصل. تمام؟ شابتر 4 هيتكلم على الطبقتين دول واختهم ديت معاهم هنا كده بهذا الشكل. فاذا هنتكلم الاول فيزيكال وبعدين هنتكلم على الداتا لينك. ممكن تلاقي الكلام بتاع فيزيكال واضح جدا ومفهوم لانه كلام كله مادي وكلام في كابلات. هنتكلم على ثلاثه ميديا لو فاكرينهم، اللي هو كان فيه نحاس وكان فيه فايبر وفيه ايه؟ مفيش كابلات خالص اللي هو الوايرز. هم دول الثلاثه اللي ايه؟ هننطيهم. وبعد كده هنخش على الجزء بتاع الداتا لينك اللي هو بيتكلم على في المرحله دي لو فاكرين في حاجه اسمها فريم بتتعمل وفي ادرس ساعات بيتحط، فهتلاقي الدنيا ايه؟ غريبه شويه، ممكن الكلام نظري شويه في الحته ديت، لكن ما تقلقش. ليه ما تقلقش؟ لان بعد ما نخلص شابتر 4 هنا والكلام النظري غريب بالذات بتاع الحته دي مش مفهوم بالنسبه لك، هنخش على طول في اخوه شابتر 5. ليه اخوه؟ لانه بيتكلم في نفس الموضوع. يعني نفس الموضوع بنغطي مرتين، مره في 4 ومره في 5. طب ليه يعني؟ لان في شابتر 5 هيختار حاجه عملي للموضوع دوت بدل النظري اللي بنقول عليه، وهي الايثرنت. وهي مين؟ الايثرنت اللي هي اللان. احنا قلنا قبل كده يعني ايه ايثرنت؟ هي اللان اللي هي الشبكه اللي حضرتك بتقعد وبتشتغل فيها في اي مكان فيه بكابلات، هي دي الايثرنت. فاذا عندنا شابتر كامل هنعيد فيه تاني، يعني هنرجع تاني نتكلم على الفيزيكال والكابلات تاني بس من وجهه نظر بالذات مين؟ الايثرنت. وهنعيد تاني الحته الغريبه ديت اللي هي كانت نظري مش مفهومه، لا هتبقى عملي بقى وهتبقى مفهومه، لانك هتفهم ايه اللي بيحصل جوه الجهاز من ناحيه شبكه الايثرنت، وهتفهم ايه اللي بيحصل جوه السويتش
لان السويتش شغال فين في الخطوه دي لما يجي دوره الجهاز اللي هو اسمه ايه السويتش. فدي خطتنا شابتر 4 و 5 ان شاء الله المحاضره دي والمحاضره ايه الجايه. واضح؟ تعالى نبتدي. الشابتر طبعا اسمه نتورك اكسس على اساس اسم الطبعه بتاعتنا اللي هي موجوده في الدي سي بي سلاش اي بي موديل اللي اسمها ايه نتورك اكسس. وبيتكلم هنا ولكن داتا لينك بروتوكولز جوفرن هاو تو فورمات ا فريم فور يوز فور ديفرنت ميديا. واضح ان هو مركز على الداتا لينك. مين الداتا لينك دي؟ اللي هي الخطوه رقم ايه 2. وهي طبعا مش تركيز عليها على اساس ان هي والفيزيكال مثلا مش مهمه، لكن في حال الفيزيكال بالنسبه لنا من اسهل ما يكون زي ما انت هتشوف نفسك دلوقتي، يعني هتبقى من ابسط الحاجات اللي احنا بندرسها في المنهج الطبقه اللي اسمها ايه؟ الفيزيكال. طب ايه الصوره قدامك ديت؟ وده سبب من الاسباب اللي خلت سيسكو تبدا بهذا الموضوع، لان الجهاز ده ممكن يكون عند حضرتك في البيت او في الشغل في الشركه اللي انت شغال فيها. ممكن تكون شفته، ممكن ما شفتوش قبل كده، بس ده موجود في كل حته، يعني سهل جدا ان احنا ايه نبص ونلاقيه، اللي هو اسمه ايه زي ما انتم شايفين؟ الهوم راوتر، تمام؟ ده مش الراوتر بتاع سيسكو. تمام؟ ده مش هو الراوتر بتاع سيسكو. سيسكو ما بتشتغلش في البيوت، تمام؟ سيسكو ما بتعملش منتجات اصلا تشتغل فين؟ في البيت. ده راوتر عادي جدا ممكن يكون تبع اي شركه. ممكن الحقيقه سيسكو في يوم من الايام في سنه من السنين اشترت شركه اسمها لينكسس، تمام؟ ودي شركه كبيره. لو نزلت اي بول كمبيوتر وبصيت على جهاز الشركات هتلاقي حاجه اسمها تي بي لينك مثلا مشهوره، حاجه اسمها تي لينك برضه مشهوره، وحاجه اسمها لينكسس، تمام؟ دول الثلاثه يمكن اللي مشهورين قوي في مصر، يعني الثلاث ماركات المشهوره لو نزلت تشتري سويتش مثلا. اوكي؟ الثلاثه دول. فواحده منهم اللي هي لينكسس سيسكو في يوم من الايام اشتريتها، وابتدت تقول سيسكو اوكي انا عايز يبقى ليا دراع يعني في السوق بتاع الايه؟ الهوم اللي بقول لكم عليه ده، يعني مش سيسكو نفسها اللي بتنتج، فاهمين؟ شركه ثانيه اللي بتنتج بس تحت اسم مين؟ سيسكو. والكلام ده استمر اعتقد يعني ثلاث سنين او اربع سنين او كده، وبعدين جت سيسكو السنه اللي فاتت وراح اتباعت لينكسس، تمام؟ يعني بعد ما اشتريتها فتره وبعدين راحت ايه؟ تخلصت منها، قالت لك يعني انا مش حاسه ان الموضوع ايه له فايده كبيره بالنسبه لي، لو مثلا ان الشركه بتدخلهم ربح زي 100 مليون دولار ولا حاجه، وده يعني ملاليم بالنسبه لهم، فمش قد وجع الدماغ يعني ايه بتاع الموضوع. لكن ما زالت موجوده لغايه دلوقتي، لو لقيت وبصيت على اجهزه هتلاقي لينكسس موجوده عند ناس، وتلاقي مكتوب لينكسس باي سيسكو. لينكسس وبعدين باي سيسكو او سيسكو لينكسس مكتوبين كده ايه مع بعض على الاجهزه الموبايل دلوقتي. طيب ايه الجهاز دوت الهوم راوتر اللي هو بيقول عليه؟ ده الجهاز اللي غالبا لو حضرتك بتروح تشترك في الانترنت في البيت عندك او في الشغل شركه الانترنت بتقول لك ببلاش، يعني غالبا بيبقوا عاملين على طول عروض دي، صح؟ مش بتعطيه داتا، اشترك خد الراوتر مجانا، اشترك خد الراوتر مجانا مع فودافون مع مش عارف مين. هو ده الراوتر اللي هو ايه بيقول عليه الجهاز دوت. فهنا جايبه لك لاول وهله وبيقول لك بص على ايه الشكل بتاعه بهذا الشكل. هنا جايب لكم واحد نبص عليه برضه مع بعض. طبعا الصوره قدامك ده راوتر اللي ممكن يكون موجود في امريكا. هقول لك الفرق بينه وبين الراوتر اللي انا ماسكه في ايديا دلوقتي اللي هو طبعا مصر واضح مكتوب عليه ايه؟ ومنين ولينك، صح؟ فده واحد من اللي هم صغيرين. لو جبت بتاع تي داتا هتلاقيه شبه ده برضه في الحجم كده بس مكتوب عليه تي داتا نفس الكلام اللي فوق، كلهم نفس الايه؟ الشكل. فده الجهاز اللي ممكن يكون موجود عند حضرتك فين؟ في البيت. تعالوا نتعرف عليه زي ما هو جايب لك هنا عشان تبدا تفهم الجهاز ده بيشتغل ازاي وايه عباره عن ايه. اول حاجه اللي اكتشفها ان الجهاز ده مش جهاز واحد، يعني دايما هم بيسموه راوتر، هو حتى هنا مسميه راوتر. لما بتروح لشركه النت بتقول لك اوكي هتاخد راوتر ايه ببلاش، هو راوتر فعلا. ليه؟ لان وظيفه الراوتر ايه؟ حد فاكر لما شرحنا الراوتر ما قلناش عايز حاجه يوصل ايه؟ شبكات بس كده، يعني ان شاء الله شبكتين بس، يوصل شبكه بشبكه اخرى. فده وظيفته انه يوصل شبكه حضرتك في البيت بشبكه اخرى اللي هي شبكه الانترنت، تمام؟ شبكه مين؟ الانترنت. فاذا هو راوتر، اه فعلا هو راوتر. بس تكتشف الجهاز ده جهاز معجزه في الحقيقه زي ما انا بحب اقول، لان هو بيشتغل كذا حاجه في نفس الوقت، او هو كذا جهاز في نفس الوقت. قلت لكم قبل كده هو شبه حاجه اسمها مالتي فانكشن ديفايس او جهاز متعدد الوظائف، زي لما تنزل تشتري برينتر دلوقتي يقول لك بدل ما تشتري برينتر اشتري ده. ايه ده؟ عباره عن برينتر وسكانر وكوبيير. يعني برينتر بتطبع عادي، سكانر تدخل منه صور ليه او ورق حتى تدخله على الكمبيوتر، وكوبيير اللي هو مكنه التصوير. وفاكس كمان. وفاكس كمان، في منه نوع اللي هو بيتزود عليه في ايه الفاكس بتوصله تحت التليفون. فتلاقي يقول لك 3 في 1 او 4 في 1. الراجل ده بقى مش 3 في 1 او 4 في 1، ده تقريبا 10 15 في 1. يعني طول ما احنا شغالين هنبدا نكتشف ان في البتاع دوت حاجات كتير جدا جدا. بس خلينا نشوف دلوقتي الجهازين الاساسيين بتوع الشبكه موجودين جوه ده. ايه الجهازين الاساسيين اللي بتشتغل بيهم الشبكه الثانيه؟ السويتش والراوتر موجودين جوه الراجل ده. تمام؟ فين؟ لو بصيت هنا في اللي معايا هتلاقي الاربع فتحات الصفرا دي، صح؟ شايفينهم؟ ده سويتش. دي كده عباره عن جزء منفصل جوه لوحده كده، ده سويتش. سويتش صغير جدا، كام فتحه؟ اربع فتحات. زي برضو هنا اللي موجود في الصوره يقول لك ده ايثرنت سويتش اربع فتحات. اوكي يبقى ده سويتش، جميل جدا. طيب
ما دي شبكه بيأدي نفسه وقت السويتش. لا بالظبط ده سويتش بالظبط شغال زي سويتش. يعني عارف انت لو جبت الجهاز ده وما وصلتوش بالنت تمام وشغلته كسويتش ممكن تشغل الجهاز ده كسويتش بس. يعني تحط تجيب اربع اجهزه وتوصلهم هنا والاربع اجهزه دول مع بعض مفيش انترنت مفيش حاجه بس الجهاز انت شغلته ايه كسويتش. طبعا يعني انت يعني ضيعت كده يعني الوظائف اللي هو بيعملها كتير لكن اوكي مفيش اي مشكله مفيش اي مشكله ان هو يشتغل كسويتش بس تمام لان هو ده فعلا سويتش جو. طيب تاني حاجه هو راوتر. ازاي هو راوتر؟ لانه موصل شبكتين. هما فين الشبكتين؟ الشبكه اللي باللون الاصفر دي اللي قلنا عليها سويتش دي تعتبر شبكه لوحدها ممكن يبقى فيها كام جهاز؟ اربعه. الشبكه اللي دايما هتلاقيها بلون تاني هنا عامله باللون الرصاصي هنا عامله باللون العكسي يعني شايفين الشبكه الاربع فتحات عاملهم ازرق والبتاع الشبكه الثانيه لونها اصفر. المهم هتلاقي في لونين ازرق واصفر اصفر ورصاصي مش هتفرق صح؟ اللون الثاني دوت هو الشبكه الثانيه اللي هتوصل بيها اللي هي شبكه الانترنت. شبكه ايه يا جماعه؟ الانترنت في المثال بتاعنا. اذا تعالى نكتب كده الديفايس ده فيه كام حاجه لغايه دلوقتي قلنا ان هو رقم واحد عباره عن سويتش اوكي بالتحديد حاجه اسمها فور بورت او اربع فتحات. نمبر 2 اكتشفنا ان هو ايه؟ راوتر. ازاي؟ ان هو بيوصل تو نتوركس مع بعض منهم واحده اللي هي الانترنت. طيب نيجي بقى للفرق ما بين الجهاز ده هنا في مصر والجهاز ده هناك في امريكا. ايه الفرق؟ هو الفتحه اللي مكتوب عليها هنا انترنت. شايفين الفتحه في الرسمه مكتوب عليها انترنت باللون الاصفر؟ هنا هتلاقي الفتحه ممكن يكون مكتوب عليها انترنت بس هنا في الحقيقه مكتوب عليها دي اس ال. بس ممكن تكون مكتوب عليها انترنت مش الفكره في الكتابه الفكره في شكل الفتحه نفسها. لو ركزت هنا في الصوره ديت انا عارف مش واضحه قوي بس الفتحه دي بالظبط زي الاربعه التانيين. يعني نفس الفتحه بالظبط زيها زي الاربعه التانيين عشان كده حاجه اساسيه حكايه الالوان. على فكره الالوان مش معموله عشان شكل جمالي هنا لا دي حاجه اساسيه لان الخمس فتحات لو سبتهم زي ما هم كده مش هتعرف تفرقهم ايه عن بعض لكن دول هنا دي مختلفه ايه عندي دي فتحه الانترنت. طيب هنا تلاقي لا لو ركزت شويه الاربع فتحات اللي باللون الاصفر مش زي الفتحه باللون الرصاصي خالص في فرق في اختلاف الفتحه الرصاصي اصغر شويه سنه بسيطه انا عارف ان هي مش باينه مع الفتحه الصفراء بس خلينا ابينها لك ادي كامل شبكه طبعا الحاجات اللي هنتكلم عليها ايه النهارده والكابل ده بيخش هنا كده في اي واحده من الفتحات الصفراء هيخش تمام. لو جيت ادخله دلوقتي في الفتحه دي شايفين ما بيرضاش يخش مش هيخش ابدا لان دي مش نفس الايه الفتحه. طيب ايه بقى القصه؟ ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان احنا عندنا في مصر هنا لما حضرتك هتشتري راوتر هتخش بيه على النت ايه التكنولوجي او الطريقه اللي هتستخدمها عشان تخش على النت؟ هي حاجه اسمها الدي اس ال. فاكرين جبنا سيرتها في شابتر 1 دي من الحاجات اللي بيتسال عليها في شابتر 1 زي ما كنا لسه بنتكلم. الدي اس ال هو التكنولوجي رقم واحد هنا في مصر للدخول على الانترنت من شبكه ارضيه تمام من طريقه بخطوط ارضيه يعني ما بتكلمش على ال 3 جي مثلا تمام. يبقى هي الطريقه رقم واحد يعني بنتكلم في 90 95% من الناس في البيوت وفي الشركات بيشتغلوا بتكنولوجيا الدي اس ال عشان يخشوا على مين؟ على الانترنت. اوكي في امريكا الوضع مش كده. فامريكا لما انت تكون عايز تخش على الانترنت في اكتر من طريقه. الدي اس ال مش رقم واحد، دي اول حاجه. رقم واحد هناك في امريكا حاجه اسمها الكيبل اللي قلنا جبنا سيرته قبل كده قلنا ان في كابلات تلفزيون ماشيه في الارض في كل مكان في امريكا بتوصل لهم كابل تلفزيون لغايه ايه؟ عندهم. ده رقم واحد. طب ما فيش دي اس ال؟ لا طبعا في دي اس ال تمام؟ في دي اس ال دوت رقم اثنين. في ساتلايت ده ممكن يكون ايه؟ رقم ثلاثه. إذا أنا عندي أكثر من اختيار والاختيارات كلها موجودة ففي أمريكا بتلاقي ساعات بدل ما تجيب الجهاز وتلاقيه شكله زي اللي عندنا هنا تلاقيه شكله زي دوت. يعني إيه؟ يعني الفكرة الديزاين بتاعه هيبقى زي كده، أوكي؟ آدي ده الجهاز هنا نكتب عليه ايجيبت فوق عشان إيه؟ نفرقه، وآدي الجهاز هنا اليو إس إيه، هنا عندنا الأربع فتحات، خلينا ناخد خط والأربع فتحات وخلينا ناخد خط. الفتحة دي اللي هي لوحدها دي هي اللي هتوصلني بالإنترنت. تمام؟ هنا اوكي دي دي اس ال والكابل دوت كابل تليفون بنسميه فور لاين تمام كيبل. في امريكا لا ده كابل بيروح تمام ده كابل بنسميه كابل ايثرنت او كابل شبكه كمبيوتر يعني بيروح لجهاز بنسميه ايه؟ مودم. يعني ايه؟ يعني في امريكا دلوقتي الراوتر ده ما بيوصلكش بالانترنت مباشره، ده بيوصلك بجهاز تاني والجهاز التاني ده هو اللي يوصلك بالانترنت. تمام؟ عندنا في مصر مش كده. الجهاز التاني ده بيبقى عندي في البيت؟ لازم التاني يكون عندك في البيت، ده جنب ده على طول يعني، ده جنب يعني بنتكلم في مسافه متر بينهم يعني، كابل قصير كده، اوكي؟ تمام. الكابل بقى هنا دوت موجود عشان يوصلك بجهاز تاني، طب الجهاز التاني ده ليه موجود؟ ما هو ده اللي بيوصلك بالانترنت. عندهم كذا اختيار، فالفكره ان كل انت في امريكا هتشتري ده اللي هو الراوتر، وبعدين
عايز بقى تدخل انهي نوع؟ عايز دي اس ال؟ يبقى روح اشتري حاجه اسمها دي اس ال موديل. لا انا عايز كيبل اللي هو اشهر حاجه واللي موجود في كل حته، عايز كيبل اللي هو بتاع تي في. اروح اشتري ايه؟ كيبل برضه ايه؟ موديل. لا انا عايز ساتلايت، انا عندي الطبق وانا اوريدي مشترك ساتلايت. اروح اشتري ايه؟ ساتلايت برضه ايه؟ موديل. فاهمين الفكره؟ كلهم شكلهم مختلف وحاجات غريبه، لكن في الاخر كلهم هتروح توصلهم بمين؟ بالراوتر. اذا الراوتر نفسه ما فيهوش جهاز يوصلك بالانترنت. الراوتر ده فعلا عباره عن شبكه وشبكه ثانيه، بدليل زي ما قلنا الفتحات كلها ايه؟ زي بعض. عندنا في مصر عشان احنا ما فيش اختيارات قدامنا كتير والاشهر بالنسبه لنا، فعشان كده الموديلات اللي بتنزل في مصر بتبقى كده. طب ازاي الراوتر ده متوصل بالانترنت؟ فين الجهاز اللي بيوصله بالانترنت؟ جوه. الجهاز جوه في الحقيقه، ودي رقم ثلاثه هنا، تكتشف ان الراوتر بتاعنا جواه جهاز ثالث اسمه دي اس ال اي مودم. دي اس ال مودم اللي هو الجهاز اللي بيوصل حضرتك بشبكه التليفونات بالتكنولوجيا اللي اسمها دي اس ال او ديجيتال سبسكرايبر لاين، اللي احنا في يوم من الايام هندرسها بالتفصيل على فكره، بس في الكلاس الرابع في الاخر خالص يعني مش هندرسها دلوقتي. لكن دي ودي شايفين الفرق كده؟ يبقى هنا في مصر طلع الجهاز بتاعي دوت اللي قلنا عليه اوريدي كذا جهاز في واحد، طلع ان احنا مدخلين جواه كارته برضه او جهاز صغير اسمه ايه؟ الدي اس ال موديل، اللي هو طبعا الكارته اللي متوصله بالفتحه الرصاصي في المثال اللي انا ماسكه هنا ده، صح؟ ده كده الفتحه دي هيخش فيها خط التليفون اللي جاي من ايه؟ البوكس بتاع التليفون، يخش هنا بشكل معين زي ما لسه هندرسه، لكن ده خط تليفون اللي بيخش هنا. واضح؟ يبقى في كارته جوه الجهاز دوت اسمها ايه؟ دي اس ال موديل. في امريكا؟ لا غالبا في امريكا، مش معنى كده ده مش موجود في امريكا، خلي بالك موجود، بس انا بقول لك غالبا زي ما انت شايف في الصوره في امريكا بيجيبوا لك كده، وانت حر بقى تجيب النوع الايه؟ المودم اللي انت عايزه. دي اس ال موجود، كيبل موجود، ساتلايت موجود، 3 جي موجود، اوبشنز كتير. لكن ايا كان نوع الانترنت ان انا يعني ايا كان انا لما اشغل انترنت واجيب راوتر لازم اجيب جهاز المودم. طبعا لازم. تمام؟ يا اما جهاز المودم ده جوه الراوتر نفسه وبالتالي هو 3 في 1 ولا 4 في 1 زي ما قلنا ولا 10 في 1، يا اما جهاز المودم ده بره الراوتر، ما تفرقش، لكن لازم يكون في جهاز مودم. تمام؟ المودم اختصار لايه؟ بعد ما احنا مش هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل، هنشوفه في الكلاس الاخير. اختصار لموديوليتور دي موديوليتور. يعني ايه؟ ده جهاز بياخد اشاره بشكل معين ويطلعها اشاره بشكل ثاني. بياخد اشاره، الاشاره دي يعني ايه؟ كهرباء مثلا. اشاره مثلا يعني كهرباء. دي اشاره بشكل معين. تطلع من الناحيه الثانيه بشكل ثاني. ده اسمه موديل. تمام؟ يعني فكر فيها. تمام؟ الاشاره بتاعت التلفزيون اللي بقول لك عليها، مش قلت لك في امريكا في كابلات تلفزيون؟ بتمشي اشاره بتاعت التلفزيون. لكن احنا عندنا اشاره بتاعت كمبيوتر. تمام؟ دي مختلفه خالص. نفس الكلام، الاشاره بتاعت الكمبيوتر بس بتطلع هنا ده خط ايه؟ تليفون، دي اشاره بتاعت ايه؟ تليفون. ففي فرق كبير جدا، يعني احنا ما يهمناش على فكره الفرق دوت، ده الناس بتوع هندسه الاتصالات اللي بيدرسوه بالتفصيل، يعني احنا مش هندرسه كمهندسين شبكات بالتفصيل. لو حد تابع اتصالات ولا درس اتصالات قبل كده كوميونيكيشن هيلاقي الكلام ده ياما عليه قصه كبيره جدا. الفرق بين الترددات اللي بتبقى هنا والترددات اللي بتبقى هنا وموضوع ايه؟ ضخم جدا. احنا ما يهمنيش. تمام؟ انت مش عارف ان في كابل تليفون؟ هل كابل التليفون زيه زي كابل الكهرباء؟ كابل التليفون زيه زي كابل الكهرباء اللي بيوصل لك كهرباء؟ لا خالص، صح؟ مش مختلفين خالص. طيب كابل التليفون بتمشي فيه ايه؟ كهرباء. طب وكابل الكهرباء اللي بيوصل لك كهرباء للتلفزيون والثلاجه وكل حاجه بتمشي فيه ايه برضه؟ كهرباء. طب وكابل الشبكه بتاع الكمبيوتر اللي احنا هنبدا نتعرف عليه النهارده اكتر بتمشي فيه برضه جواه ايه؟ كهرباء، صح؟ فاهمين انا قصدي ايه؟ كابل الدش اللي هو جايب لك حضرتك اللي الطبق بتاع حضرتك بيمشي فيه ايه برضه؟ كهرباء. كل دي بتمشي فيه كهرباء اه، بس اشارات ايه يا جماعه؟ مختلفه. فعندنا جهاز جميل جدا بيحول من اشاره لاشاره ثانيه اسمه ايه؟ مودم. تمام؟ فلو هو دي اس ال موديل معناه انه هياخد الاشاره بتاعت الكمبيوتر ويحولها لاشاره تنفع تشتغل بالدي اس ال اللي هو تليفون، الدي اس ال ده التكنولوجيا بتاعت ايه؟ تليفونات. واضح كده الفكره؟ اذا الجهاز الصغير ده طلع لغايه دلوقتي فيه كام؟ ثلاث اجهزه، راوتر وسويتش وكمان ايه؟ دي اس ال موديل. يعني هو المودم ده بينظم الفولت بتاع الاشاره ولا هو بيعمل ده بيحولها؟ لا بيحول من الاشاره اللي تخش هنا للكهرباء وتطلع هنا برضه كهرباء، بس كهرباء شكلها مختلف خالص. تمام؟ يعني دي كهرباء ودي كهرباء بس. حاجه ثانيه خالص. طب جهاز المودم ده متوصل بايه؟ متوصل بشبكه بقى التليفونات. تمام؟ يعني في شبكه ثانيه هنا. يعني طالع منه سلك. لازم يوصل في الاخر لبوكس التليفون وبعدين يمشي مسافه كبيره قوي يوصل لسين للسنترال زي ما احنا بنسميه. تمام؟ اوكي؟ لو بنتكلم في امريكا وجبت اللي هو بتاع الكيبل هيطلع كابل تلفزيون مش تليفون ويمشي كده يروح في حته غريبه هنتكلم عنها لغايه لما يوصل برضه حاجه زي السنترال بس بتاعت التلفزيون. تمام؟ تمام؟ طيب
اذا اكتشفنا ثلاث حاجات في الجهاز ده، في حاجه رابعه انت اوريدي عارفها رغم ان هي يعني مش الفوكس بتاعنا في الشابتر ده، بس الجهاز ده فيه الحاجه دي مهمه جدا انت كلنا بنستخدمها، حاجه اسمها الاكسس بوينت او الاسم الادق الوايرلس اكسس بوينت. ايه ديت؟ دي زي السويتش بالظبط، السويتش فايدته ايه؟ بيوصل اجهزه ببعض، انا عندي اربع فتحات، انا بوصل كام جهاز؟ اربع اجهزه. لا الاكسس بوينت بتوصل اجهزه بس الاجهزه بتكون ايه؟ وايرلس، اللي هو احنا بنسميها الواي فاي. انت بتسميها ايه؟ الواي فاي. فحضرتك عندك دخلت انترنت في البيت لكن غالبا تلاقيك ولا موصل اربعه من دول، ولا انا ما عندي كده يعني انا مش موصل ولا واحد من الاربعه دول. ما بخش ازاي؟ عندي لابتوب تمام؟ المدام عندها لابتوب، بنخش بالتابلت، بنخش بالموبايل، كل دول محتاجين كابلات؟ لا، محتاجين ايه؟ واي فاي. تمام؟ فتلاقي برضو لما شركه تي داتا بتبيعه لك بتقول لك ان هو اكيد طبعا في ايه؟ واي فاي. تمام؟ باذن اكسس بوينت او ما بين قوسين هنا بيكتب لك الايه؟ الاسم الاشهر اللي هو واي فاي. وايرلس. يبقى في كمان جهاز ايه؟ رابع زي ما انت شفت اللي هو الاكسس بوينت. تمام؟ زي ما قلنا هنكتشف لسه في حاجات كتير موجوده فين في هذا الجهاز اكتر واكتر كده مع كل ما نكتشف حاجات اكتر فين في الشبكه عندنا. تمام؟ في فاير وول. الجهاز ده برضه في فاير وول اهو. نكتبه. خدنا فاير وول بكده ما نكتبوش ليه؟ رقم خمسه في فاير وول. فاكرين؟ قلنا في حاجه اسمها الحائط الناري، والحائط الناري دوت اللي هو ايه؟ اللي هو جهاز بيحمي الشبكه بتاعتك عشان كده حاطين فيه فاير ومش فاير من ايه؟ من الهجوم عليها. فالجهاز الصغير ده فيه فاير وول. عشان يحمي الشبكه بتاعتك فين؟ في البيت، ولما نشوفه في يوم من الايام هتدهش يعني لانك هتكتشف ان الشبكه بتاعتك في البيت دي بيتهجم عليها ليل نهار. هتستغرب يعني انا عادي يعني مفيش حاجه ايه اللي هيخلي اي حاجه تحصل؟ لا بتحصل تمام؟ وده شيء طبيعي جدا وهتعرف ليه. اوكي؟ ففي فاير وول فعلا. بالظبط. الحاجه السادسه اللي احنا اتكلمنا عليها يمكن ما شرحناهاش لكن جواه برضه الجهاز المفتري دوت حاجه اسمها دي اتش سي بي سيرفر. الجهاز الصغير ده جواه سيرفر يعني خادم. ما هو السيرفر ده مش لازم يكون ب 20,000 جنيه، السيرفر دوت معناه انه بيقدم خدمه. ممكن الخدمه دي تكون حاجه بسيطه قوي، صح؟ ممكن تكون حاجه فيري سيمبل. ايه الخدمه الغريبه اللي انا كتبتها الاربع حروف دي؟ خدناها قلنا ان ده بتاع نظام كده بيوزع ارقام اللي من غيرها الشبكه ما بتشتغلش، اللي هي اسمها ايه؟ الاي بي ادرس، صح؟ وبيوزع كذا رقم تاني زي سبنت ماسك، زي حاجه اسمها ديفولت جيت واي، وحاجه اسمها دي ان اس سيرفر. بصينا عليهم سريعا. دي اختصار للدايناميك هوست كونفجريشن بروتوكول. فاذا طلع ان هو في ست حاجات لغايه دلوقتي لسه هنكتشف في حاجات ايه تاني بعد كده قدام. اذا الجهاز دوت طلع ان هو فيري سيمبل وموجود عندك زي ما قلنا ليك اكسس عليه او يعني سهل ان انت تقدر ايه توصل له بسهوله. موجود عند حضرتك في البيت، موجود عندك في الشغل او موجود هنا كمان. احنا مش مستخدمينه يعني ده جهاز زياده عندنا ماسكينه كده لكن احنا مش شغالين بيه حضرتك. اي سؤال لغايه دلوقتي؟ تمام؟ اوكي. طب هنا بس النقطة فين الانتنة بتاع الجهاز دوت؟ ما احنا قلنا ان هو بيشتغل واي فاي. يعني ايه انتنة؟ بنسميه بالعربي هنا اريال. تمام؟ مش مسحور غسيل طبعا لكن ايه؟ اريال هو اسمه كده. انتنة. فين الانتنة بتاعه دوت؟ جواه. اعتقد جوه سلك مربع. جوه تمام. في سلك فعلا زي ما هو بيقول. عمر صح؟ زي ما عمر بيقول في سلك جوه ملفوف كده. ليه ملفوف كده كذا لفه؟ عشان خاطر يبقى سلك طويل. اوكي؟ وهو ده الايه؟ الانتنة. انتنة داخلي او امبيدد يعني جوه الجهاز دوت. زي اللابتوب. تمام؟ عارفين اللابتوب بتاعتنا؟ فين الانتنة بتاع اللابتوب؟ حد شايف طالع منه انتنة ولا اي حاجة؟ موجود في ظهر الايه؟ الشاشة عندنا. تمام؟ نفس الفكرة برضه. مربع كده بيقعد ايه؟ مش معنى كده انه بعضهم يعني دوت ما فيهوش طبعا بس بعضهم هتلاقي في مكان فتحة مكتوب عليها انتنة او مكانين ساعات. يعني تلاقي في فتحه موجود عليها انتنه ده برضه ما فيهوش اللي في الصوره لكن في بعض الموديلات بيبقى فيها كده وده معناه ان انا ممكن اوصل انتنه زياده هو الانتنه ده بيتربط كده بتشتريه وبتوصله وده طبعا بيخلي الاشاره اقوى شويه في الايه في الوايرلس هنتكلم عن الكلام ده في يوم من الايام في شابتر كبير اسمه الوايرلس اوكي طيب هنا بيجي يقول لك بعد ما حضرتك تجيب الجهاز دوت لاول مره وعايز تتوصل بيه بتوصله ازاي؟ زي ما انتم شايفين جاب اللابتوب بتاعه وراح موصل كابل وحطه هنا كده ايه بهذا الشكل في واحده من الاربع فتحات وبعد ايه؟ المفروض ان انا ابدا اكونفجر الراوتر دوت. يعني ايه اكونفجر الراوتر دوت؟ اظبطه. طبعا غالبا دلوقتي الموضوع ابسط كده بكتير يعني شخصيا اعرفه واعتقد تي داتا فور شور بتعمل كده بس انت مش محتاج تعمله اي كونفجريشن في البدايه عشان خاطر يشتغل للنت.
مش خاطر الانترنت اشتغل مش محتاج تدخله اي حاجه. لكن كونفيجريشن بمعنى ايه؟ مثلا غالبا هتعمل شبكه الواي فاي بتاعتك ازاي؟ هتديها اسم عايز تسمي شبكه الواي فاي بتاعتك ايه وتديها ايه باسورد. هنتكلم وهنعمل له كونفيجريشن بالتفصيل يعني ده هندرسه وهنعمل له كونفيجريشن بالتفصيل بس لسه قدام شويه في شهر 11. اوكي يبقى ده واحد من الاجهزه اللي هي قريبه جدا من الفيزيكال اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي وزي ما قلنا سهل جدا توصل لها. تاني حاجه جهاز او مش جهاز في الحقيقه وقطعه طبعا موجوده جوه الجهاز جبنا سيرتها قبل كده اسمها NIC او Network Interface Card اللي هي كارده النتورك اللي موجوده عند حضرتك في اي جهاز كمبيوتر. تمام؟ في نوعين مشهورين جدا من كارتات النتورك، واحده اسمها الايثرنت NIC او كارده الايثرنت، وواحده اسمها الواي فاي او ايه الوايرلس NIC اللي هي كارده وايرلس. الاثنين غالبا موجودين في الاجهزه زي اللابتوبس مثلا، لكن الكمبيوتر عادي ديسك توب لو عندك كمبيوتر ديسك توب في البيت هتلاقي فيه كارده واحده منهم بس غالبا اللي هي الايه الايثرنت. تمام؟ الايثرنت دي بتتوصل بكابل بوايرد كونكشن بشكل معين، طبعا زي ما قلنا هنتكلم على الكابل دوت بالتفصيل. الكابل الثانيه بتتكلم بتتوصل بدون كابلات اللي هي ايه؟ الوايرلس عندنا انك بتخش على اشاره ايه؟ واي فاي. الاثنين دول يعتبروا اشارتين فيزيكال او اشارتين ميديا. رغم ان انت طبعا تقدر تمسك الكابل في ايدك وتتعامل معاه وتشتغل بيه فهو ملموس اكتر، الاشاره الواي فاي دي مش ملموسه بالنسبه لك او مش حاجه محسوسه انك تقدر تعملها، لكن هي حاجه موجوده هي ايه؟ موجوده وبالتالي تعتبر حاجه ايه؟ فيزيكال. وبالتالي نبدا بقى نخش في الكلام الجد بتاعنا اللي هو الفيزيكال لينك. عايزين نشوف بقى الكلام ده بيشتغل ازاي؟ بيفكرك تاني وتالت ورابع وعاشر و100 بالنظام بتاعنا الاساسي اللي هو الاو اس اي موديل اللي هو السبع خطوات او السبع طبقات. وهنا بيقول لك لما تيجي تبدا هنا من السورس والديستنيشن، دايما عندنا عشان يبقى في شبكه في جهازين على الاقل، واحد اسمه سورس اللي هو بيبتدي يبعت حاجه واللي بيستقبل حاجه دي بنسميه ايه؟ ديستنيشن. فالسورس بيبتدي دايما بالخطوه اللي هي الايه؟ الابلكيشن لو فاكرين شفناها المره اللي فاتت، وبعدين يبدا ينزل تحت في الطبقات بتاعتي دي بنقول ان هو بيسلم اللي تحتيه، ده بيخلص بيسلم بيخلص اللي عليه بيسلم للراجل اللي تحتيه، سلم تحتيه تحتيه لغايه لما يوصل اخر خطوه هي الفيزيكال. الفيزيكال دي حاجه ماديه، الاشاره بتاعتك اللي كانت موجوده جوه الكمبيوتر بشكل سوفت وير مش شكل حاجه ملموسه هتطلع هنا تبقى حاجه ايه؟ ملموسه بالنسبه لنا او حاجه ماديه زي الشكل الغريب اللي انت شايفينه تحت، شايفين الشكل الغريب اللي موجود تحت هنا ده؟ دي اشاره كهرباء، ده شكل التعبير عن الداتا بتاعتي بعد ما اتحولت لاشاره كهرباء. لما يجي يستقبلها الطرف الثاني بدل ما هو بيستقبلها هيستقبلها بنفس الخطوه اللي بعتتها هناك اشاره كهرباء مثلا اللي هي ايه؟ اسمها برضه فيزيكال. بس المره دي تبدا بقى في الاتجاه العكسي، الفيزيكال يبدا يسلم بمين؟ اللي فوقيه واللي فوقيه واللي فوقيه لغايه لما توصل لمين؟ للابلكيشن. تمام؟ هي كانت نقطه البدايه هنا لازم تبقى هي نقطه الايه؟ النهايه. لو فاكرين برضه في النص الحته اللي في النص دي داتا بتمر بمراحل حاجه اسمها انكابسوليشن ودي انكابسوليشن. يعني وانا ببعت الداتا باخد الداتا بتاعتي ايا كانت الداتا دي بتبعت صوره بتبعت ايميل بتشات مع واحد صاحبك تتفرج على فيديو تلعب جيمز الداتا ديت ما ينفعش تتبعت زي ما هي زي ما قلنا لازم احطها في كبسولات معينه وفي الحقيقه لو فاكرين اول خطوه ان انا بقطعها الاول لحجم مناسب طلع ان انا ما ببعتهاش زي ما هي لازم اقطعها لحجم مناسب بالنسبه لنا وبعد ما بقطعها بحطها في ظرف او فين في كبسوله زي ما احنا سميناها وبعد كده بسلمها للخطوه اللي بعد كده اللي بتحطها في كبسوله ثانيه او في ظرف ثاني وبعدين اخيرا الخطوه الاخر خطوه اللي هي دي هنا تعتبر الداتا ليك اخر كبسوله او مش اخر خطوه طبعا في بعدها ايه الفيزيكال بتحطها في الكبسوله ديت اللي اسمها فريم اللي قبليها كان اسمها باكيت واللي قبليها اسمها سيجمنت وتاني هنرجع نفتكر الكلام ده اكتر من مره لغايه لما يثبت في دماغك الاسماء الغريبه ديت لكن الفريم دي كانت اخر خطوه اللي هي الاطار بتاعي اللي بيقفل على الداتا بتاعتي وبعدين في الفيزيكال هنا بنقول ان الداتا الصوره بتاعتها حاجه اسمها بيتس ودي بقى اللي انا عايز اهتم بيها دلوقتي كانت فيزيكال ليه؟ فيعني ايه البيتس عندنا؟ زي ما قلنا اقل وحده قياس في الكمبيوتر هي البيت كل حاجه الكمبيوتر بيفهمها عباره عن 1 و 0 طيب ليه الكمبيوتر ما بيفهمش غير 1 و 0؟ ليه؟ هي دي اللغه بتاعت ايوه ليه؟ ليه اشمعنى هي دي اللغه بتاعته يعني؟ يا ريت تحيي يا ريت تحيي في برضه يعني ايه؟ بتظبط بطريقه اخرى يعني ايه؟ هي الموضوع اصعب كده ايه اللي بيفتح وايه اللي بيقفل؟ لا الكمبيوتر ده في الاخر عباره عن ايه؟ دوائر ايه؟ الكترونيه صح؟ والدوائر الالكترونيه دي كلها لو يعني رجعت للتاريخ بتاعها البدايه بتاعتها كلها كانت بايه؟ ابسط دائره الكترونيه كشاف لا لا في ابسط من كده بطاريه
فالبطاريه والقمعه عشان خاطر تنور تمام. لما بتقفل الدائره القمعه بتنور صح، وتفتح الدائره القمعه ايه اللي هو ايه اون واوف، طفي النور ولع النور، في كهرباء مفيش كهرباء، فاهمين الفكره؟ هي سيمبل كده، هي الموضوع ابتدى كده ان كل الالكترونيه عندنا بتفهم نفس الحكايه. فلو انت عايز تبعت فيها اي حاجه اللغه بتاعتها اللي هي هتفهمها ان بتبعت وبتستقبل وبتعمل فيها هي اشارات الكهرباء. بس طبعا يعني احنا ايه بالنسبه لنا اون واوف ملهاش معنى، اون واوف لوحدها فتحولت للغه رقميه اللي هي صفر وواحد. يبقى لو مفيش كهرباء يبقى اوف، يبقى هنسميها صفر. لو في كهرباء اللي هو اون هنسميها ايه؟ واحد. سهل جدا، واحد واضحه ان هي في حاجه، صفر اللي هي مفيش. جميل؟ يبقى واحد وايه؟ وصفر. طيب وبعدين؟ طب ازاي اعبر انا عن الحاجه دي؟ يعني ايه الواحد والصفر بتاعي دوت؟ لا، في بقى طرق ثانيه موجوده ان الكمبيوتر ازاي هيتعامل مع الحاجه بتاعتنا دي. يعني هنا مثلا مكتوب كلام اهو ذا فيزيكال لاير، صح كده؟ الكمبيوتر ازاي فاهم ذا فيزيكال لاير؟ لو نقول هو بيفهمش غير اسمها روحيه، ازاي بيقراها؟ ازاي بيحطها في الرام؟ ازاي بيحطها على الهارد ديسك؟ صح؟ ازاي بيعرضها على الشاشه هنا بهذا الشكل؟ هي بالنسبه له تاني صفار واحد. لكن في طريقه ان هو كل حرف، كل لغه احيانا حروف كتير قوي في الانجليزي، بس في عربي وفي صيني صح؟ في حاجات كتيره جدا، كل واحد منهم في الاخر لازم يعبر عنه بايه؟ بصفر واحد. نفس الكلام، ايه تاني غير الكلام عندنا موجود في ملفات صور؟ صح؟ ما فيش الصور بتاعتنا، في صوت، ملفات صوت، في تاني فيديو، يعني ايه اللي موجود على الكمبيوتر؟ ايه اللي بيتخزن على الكمبيوتر؟ يا اما كلام اللي هو عباره عن حروف، يا اما صوت، يا صوره، فيديو، صح؟ في حاجات تانيه يعني، بس دول ايه؟ الاربعه المشهورين. كل حاجه من دول ليها الطريقه بتاعتها اللي هي في الاخر لو شفتها هتلاقيها ايه برضو؟ اصفار وحايد بالنسبه للكمبيوتر. تمام؟ اذا منطقي ما دام الكمبيوتر بيفهم اصفار وحايد، الكمبيوتر التاني بيفهم اصفار وحايد، يبقى انا لما هبعت لك اشاره كهرباء على كابل بيوصل شبكه ما بيننا، الكابل ده هيتبعت عليه ايه؟ اصفار وحايد. صح؟ اصفار وايه؟ وحايد. يبقى ده هنا الفيزيكال لاير بتاعتنا بتبقى فيها بتس، مجموعه من الوانز اند زيروز اللي بيبقى شكلهم الاشاره بتاعتهم كده بهذا الشكل. يعني رقم واحد مثلا كم زيرو وكم واحد مثلا ولا ايه؟ حرف الف مثلا. لا استنى، الرقم سهل، ممكن اقول تقول لي اي رقم واقول لك هو كام واحد وكم صفر والكلام ده كله. لكن اللي مش اكيد انا مش حافظه اللي هو مثلا ايه الحروف. اوكي؟ هتشوفهم يعني البتاع دوت لو احنا رحنا هنا احنا في البرودكشن. طيب. هقولهم لك دلوقتي عقبال ما يحمل. بعد كده هنبدا نتكلم على الميديا بتاعتنا. ايا كان نوع الميديا في الاخر زي ما قلنا تبقى فيه اشاره ايه؟ فيزيكال موجوده. في شابتر 7. بس احنا ناخدها بعد كده مش كده يعني؟ ناخدها بعد كده، بس انا عايز اقولها لك. افتكر هي فين دلوقتي؟ طيب الفيزيكال ميديا بتاعتنا الاشاره طبعا بتختلف تماما حسب نوع الميديا، والميديا كتير جدا 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 جدا. مش ثلاثة بس زي ما احنا قلنا، هنبدا نكتشف دلوقتي هم أكتر من كده بكتير، بس هم ثلاثة برضه. ازاي؟ تفريعات. يعني بنقول ان في ميديا، لما كنا قبل كده قلنا ان في كهرباء بتمشي في كابل نحاس. في اشاره ضوء بتمشي في كابل اسمه الياف ضوئيه او فايبر اوبتكس. واخيرا في اشاره اللي هي موجات بتمشي في الهواء اللي هي الوايرز. صح؟ لكن مش معنى كده ان هم الثلاثه دول، لان في 100 نوع اشاره كهرباء بتمشي على 100 نوع كابل مختلف او اكثر من 100. نفس الكلام بالنسبه لايه؟ للفايبر، نفس الكلام بالنسبه لاشارات الايه؟ اللي ماشيه في الهواء. انت اوريدي اشارات الهواء يمكن عارفها. يعني اشارات الهواء دي موجوده قدامك، في ايه حوالين هنا في الهواء دلوقتي؟ في اشارات راديو صح، في اشارات تلفزيون، في اشارات الموبايل، كل ده حوالينا، في اشارات واي فاي برضه موجوده، فكتير جدا انواع الحاجات. فاذا هنركز على الثلاثه دول، الالكتريكال سيجنالز بتاعت اشارات كهربائيه بتمشي في كابل نحاس، اشارات ضوئيه بتمشي في كابل فايبر اوبتيك، ومايكروويف سيجنال او موجات مايكروويف او كهرومغناطيسيه تمام بتمشي فين؟ في الهواء. ده الميديا بتاعها اللي هي طبعا مش بتمشي في ايه؟ في جنات معينه. الستاندردز بتاعتنا اللي هي بتحكم الفيزيكال ميديا، ايه الستاندردز؟ المواصفات القياسيه او القياسات بتاعتنا اللي بتحكم الفيزيكال ميديا، بتختلف تماما عن المواصفات القياسيه بتاعت اي حاجه ثانيه، لان دي حاجه فيزيكال ماديه. بمعنى ايه؟ يجيب لك هنا السبع طبقات، شايفين السبع طبقات هنا كده بهذا الشكل، يقول لك بص
شايف كل الطبقات اللي فوق اللي هم ابلكيشن وبرزنتيشن وسيشن وترانسبورت ونتورك وجزء من الداتا لينك، كل دول بتحكمهم التي سي بي اي بي ستاندردز اللي هم بتحكمهم هيئه لو فاكرين شفناها المره اللي فاتت اسمها الاي اي تي اف انترنت انجينيرنج تاسك فورس، ولا دي هيئه هندسه الانترنت اللي ماسكه تي سي بي سلاش اي اي بي. وبالتالي تي سي بي سلاش اي بي ده شويه كلام، ده سوفت وير على بالك، شويه كلام، شويه ايه كلام. لو في الحقيقه عايز تشوف في الاخر هو عباره عن ايه، تمام، TCPIP.SYS TCPIP بس اوكي وانت السيرش في ده غريب شوية، فانا اعمل سيرش بالعربي هنا اسأل يس سيرش وانتس TCPIP. طيب انا عايز اقول لك اللي هو بيدور عليه دلوقتي وهي طلعه لنا ان في ملف موجود جوه الويندوز اسمه تي سي بي اي بي، تمام، وطبعا في ملفات كتيره بس انا عايز ملف معين tcpip.sys. ده تي سي بي اي بي ده نازل مع ويندوز، تمام، هنا ده هو التي سي بي اي بي. طبعا مش لوحده، في ملفات ثانيه معايا عشان ما نبقاش يعني ايه وخلاص، بس ده الاساسي، ده البروتوكولات بتاعت ايه الاستاذ تي سي بي. فهو شويه كلام في الاخر، هو شويه كلام وفي الاخر بيتعبر عنه بسوفت وير موجود زي هنا فين قدامكم في الويندوز. لكن وده ينطبق على كل الطبقات اللي هو جايبها لك هنا كده بهذا الشكل. لكن الفيزيكال الكابل بقى اللي انا ماسكه في ايديا دوت، ده مش كلام، احنا لسه قايلين الكابل ده هيمشي عليه ايه؟ اشارة كهرباء، صح؟ فاذا ده بنتكلم في حاجه ثانيه خالص، ده مش سوفت وير، صح؟ دي حاجه فيزيكال، حاجه ماديه. فعشان كده تلاقي هيئات ثانيه خالص مش تبع الاي اي تي اف ولا تبع تي سي بي اي بي، بنتكلم في هيئات ثانيه خالص هي اللي ماسكه الستاندردز او المواصفات القياسيه بتاعت الثلاثه ميديا اللي قلنا عليهم، سواء النحاس، الكابلات النحاس او كابلات الفايبر او اللي ما فيش كابلات خالص. فبنتكلم هيئات زي الايسو، الايسو بتاعتنا، زي الاي اس سلاش تي، زي حاجه اسمها الاي تي يو داش تي، حاجه اسمها الانسي، وحاجه اسمها الاي تريبل اي. احفظهمش، اوكي؟ المهم بينهم هيظهر لنا مع الزمن، واهم واحد فيهم هو الاي تريبل اي زي ما انت هنشوف بعد كده دول على الاقل بالنسبه لنا الاي 3 اي دوت، لكن لسه هنشوف كل واحد منهم هيقدم لنا ستاندردز ايه، اوكي؟ طيب برضه الكلام دوت يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لكم قبل كده، يعني ايه ستاندرد؟ يعني انا كابل في ايديا دوت اسمه كابل ايثرنت، كابل كمبيوتر، كابل لان، سميها اي حاجه من دول. الكابل ده المفروض يشتغل على اي كمبيوتر في الدنيا في اي مكان في الدنيا في اي شبكه في الدنيا. هو ده الستاندرد. احنا متفقين كلنا مفيش حد هيخترع كابلات اي مختلفه، اذا ده المفروض يشتغل في كل حته. ده معنى ان احنا عندنا ايه؟ ستاندرد. لو مفيش ستاندرد كل شركه هتصنع كابل بمزاجها، كل كمبيوتر هيبقى فيه فتحه شكلها مختلف، الكونكتور الغريب اللي موجود في الاخر ده الطرف هيبقى شكله مختلف، كل الكلام ده هيختلف بالنسبه لنا وده مش كويس بالنسبه لاي حاجه. يعني لو مفيش ستاندرد دي حاجه سيئه للجميع. يعني حتى الشركات المنافسه ما بينهم الافضل بالنسبه لهم ان يبقى في ستاندرد، اوكي؟ هنا في الاب يقول لك ايدنتفاي نتورك ديفايسز اند كيبلينج، بيقول لك تتعرف على النتورك ديفايسز وتتعرف على ايه الميديا زي اللي احنا عملناها دلوقتي. ده اول نتورك ديفايس كده انت شفته بجد اللي هو الجهاز بتاع شركه الانترنت الميديا، والميديا طبعا لسه هنشوف الكابل دوت وهنتكلم عليه كتير دلوقتي، او شايفين مجموعه الكابلات اللي في الصوره اللي بيطلعوا هنا كل مره، هنتكلم على كذا نوع كابل تاني. الفانكشنز او الوظائف اللي بتعملها الفيزيكال لاير عندنا نشوفهم دلوقتي. بيقول لك الفيزيكال لاير ستاندردز ادريس 3 فانكشنال اريا، بتديني ثلاث حاجات. اول حاجه الفيزيكال كومبوننتس، المكونات الماديه، يعني اي حاجه منهم، سكرت النتورك دي تقدر تمسكها بايديك، هي غالبا دلوقتي جزء من المذر بورد صح؟ لكن تقدر تمسكها بايديك. الكابل تقدر تمسكه بايديك، وكارت النتورك دي تقدر تمسكها بايديك، هو ده الفيزيكال اللي احنا ايه بنتكلم عليه. الانكودنج يعني ايه الانكودنج؟ الانكودنج ان انا اخد الاصفار والوحايد اللي موجودين جوه الكمبيوتر واحولهم لبرضه اصفار ووحايد بس هيمشوا على الكابل دوت. وهنا تقول ثانيه واحده، الكمبيوتر جواه ايه في الميموري زي ما قلنا في الرام وفي الهارد ديسك؟ اصفار ووحايد. انت عايز تمشي على الكابل ده ايه؟ برضه اصفار ووحايد. ليه ده ما يطلعش زي ما هو؟ يعني ليه ما ناخدش الاصفار ووحايد اللي على الكمبيوتر؟ ما انت ممكن تفتكر كده او الكلام اللي انا قلته في الحقيقه اللي وصلك المعلومه دي، ان في اصفار ووحايد جوه الكمبيوتر هي نفسها بالظبط هاخدها زي ما هي ماشيها فين؟ على الكابل. تكتشف لا، في الحقيقه مش هو ده اللي بيحصل.
اللي بيحصل الاصفار وحالي اللي جوه الكمبيوتر ما ينفعش تتبعت زي ما هي على الكابل، لازم احولها لاصفار وحالي برضه بس بشكل تاني. ده معنى كلمه انكودنج اللي هو التحويل من صوره من شكل الى شكل اخر. طب ليه دوت بيحصل؟ لاسباب كتير، لان انا عايز اعبر عن الاشاره اللي بتمشي بالكابل غير التعبير اللي بيمشي جوه الكمبيوتر. يعني جوه الكمبيوتر عندنا يعني ايه صفر واحد؟ تمام؟ تقول لي في كهرباء ومفيش كهرباء، صح؟ طب يعني ايه هنا صفر واحد؟ هل فيش كهرباء ولا في كهرباء ولا ايه القصه؟ بص هنا عشان يحاول يوضح لك الفكره دي. ده احد انواع الانكودنج، مش نوع واحد، في عندنا انواع كتير. اسمه مانشستر، سهل تفتكره، الناس عارفه كلها مانشستر بسبب الكوره، صح؟ مانشستر انكودنج، ايه الرقم اللي فوق دوت؟ دي داتا، الداتا دي عباره عن 01 01 110، صح كده؟ جميل جدا. بص الجورنال اللي تحت بقى، دي الكهرباء. دي ايه؟ اشاره الكهرباء اللي بتعبر عن 010011. طيب طبعا ايه ده؟ شايفين دي كده؟ ايه دوت؟ الاشاره ايه اللي عمال يطلع وينزل؟ تحس انها رسمه زجزاج كده طالع وبينزل، ايه ده؟ ايه الحاجه الغريبه دي؟ ايه دوت؟ طيب الخط ده هنا يا جماعه، الخط اللي تحت ده كده اللي هو اسم بتاع في النص ده 0 فولت. ده ايه؟ 0 فولت. اللي فوق ده هنا بلس 3 مثلا، اوكي؟ واللي تحت ده هنا ماينس 3 مثلا. 3 ايه؟ فولت. ها؟ ايه الكلام الغريب اللي انا بقوله؟ لا معلش شويه كهرباء، ما تقلقش مش عليك تحفظ الكلام ده ولا حاجه. يعني الصفر بيقول لك لو انا عايز اعبر عن صفر هبدا ببوزيتيف، عارفين البوزيتيف الموجب والسالب؟ هبدا بموجب في الكهرباء وانزل فين؟ لسالب. لكن الواحد هتلاقيه ابتدى بايه؟ بالسالب وطالع لموجب. ودي طريقه تعبيره. يبقى انا لو انا شغال بطريقه التعبير ديت، الكابل بتاعي هتمشي عليه كهرباء ازاي؟ تبدا بموجب تنزل سالب، يبقى الناحيه الثانيه يفهم ايه؟ مين الناحيه الثانيه؟ كارتة الشبكه. كارتة الشبكه اللي موجوده الناحيه الثانيه هتفهم ابتديت بموجب ونزلت سالب، يبقى انت ايه؟ صفر. انت نازل تحت، صح؟ لكن لو ابتديت بسالب وطالع ايه؟ بموجب، يبقى الحته ديت ايه؟ واحد. اوكي؟ في طريقه ثانيه خالص، مش عارف هو هيجيب الصوره هنا بس هتلاقيها في حته ثانيه. مش هنا. اوكي بدل ما نرسمها انا ممكن ارسمها لك على سبوره اسهل بكتير. تمام؟ هنا الطريقه ابسط بكده بكتير من الحفله اللي انا قلتها ديت. في كهرباء يبقى واحد، مفيش كهرباء يبقى صفر. في كهرباء يبقى واحد، مفيش كهرباء يبقى صفر. فاهمين الفكره؟ فاذا بنتكلم هنا في فولت، في فولت كهرباء، في اشاره كهرباء يبقى واحد، مثلا 3 فولت تاني يبقى في كهرباء يبقى واحد، وهنا صفر مفيش كهرباء اقطع الكهرباء يعني اطفيها يبقى ايه؟ ده طريقه تعبير، بس دي غالبا مش مستخدمه، عارفين ليه؟ لان ابطا بكتير جدا، حته ان انت بتفصل الكهرباء وترجع تشغلها تاني ابطا بكتير جدا من انك تعمل زي ما هو عامل هنا مثلا، دي طريقه مشهوره جدا، الكهرباء هنا ما بتفصلش، صح؟ ايه اللي عمال يحصل؟ تطلع وتنزل، بتروح من بوزيتيف لنيجاتيف او من موجب لسالب، من سالب لموجب، موجب 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 سالب 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 وهكذا، صح؟ لكن لو عملها بالطريقه ديت ان هو يفصل الكهرباء ويشغلها تاني، يفصل الكهرباء ويشغلها تاني، هتلاقي ايه؟ بياخد وقت اطول، الوقت الاطول ده على فكره بالملي ثانيه، بيتحسب بالايه؟ بحاجه قليله جدا جدا، فمش القصه، اوكي؟ اذا طريقه دي طريقه تعبير، انا ممكن اختار طريقه التعبير دي او الانكودنج دوت، وممكن اختار طريقه التعبير اللي قدامكم هنا بتاعت مانشستر اللي هي زي ما قلت مشهوره جدا وهي غالبا اللي مستخدمه، وفي طرق تعبير ثانيه كتير، يعني مش هو ده بس، في اكتر من ايه؟ من طريقه موجوده عندنا برضه الناس بتوع كوميونيكيشن او اللي بيدرسوا الكلام خالص في الكهرباء، هتلاقيهم بقى يعني ايه؟ بيشوفوا الطرق دي بالتفصيل ويفهم هنا الكلام ده كله معادلات وقصه، احنا مالناش دعوه بالكلام. انا بس اللي عايز اطلع بيه حاجه واضحه، ان الاصفار الوحيد اللي على الكمبيوتر مش هي نفسها الاصفار الوحيد اللي بتمشي هنا. ده المفروض باشاره تناسليه واشاره تناظريه احنا مش عايزين بقى فكره، بس هي حاجات الكلام الغريب اللي انت قلته ده، اوكي؟ انا لو ديجيتال الاشاره مش عارف مالها. ديجيتال بس هو الفكره كلها ان هو دلوقتي هيبقى طول الداتا اللي جوه مش هي مش بعد ما يبقى عمل بعد ما يعملها انكودنج تطلع بشكل تاني. اوبسيديشن والحاجات دي. لا 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 انا بتكلم في اخر خطوه خالص، يعني احنا هيبقى البتاع لسه موجود اهو، صح؟ هنا قلنا بتبقى داتا، اوكي؟ وبعدين بتقعد تمر بمراحل زي ما انت قلت، هنا بتتقطع مثلا وتكبر شويه بيتحط لها هيدر، هنا بتكبر اكتر ويتحط لها هيدر، هنا بتكبر اكبر واكتر ويتحط لها هيدر وتريلر، هنا بتطلع ايه؟ اصفار وحيد، صح؟ فانا قصدي ان هي هو في اي مرحله من الدول هي مش اصفار وحيد، اصفار وحيد يعني هي وداتا اصلا، الملف ده موجود عندك على الكمبيوتر، اصفار وحيد، وهنا اصفار وحيد، دي مش هيدر، فاهم قصدي؟ ولا هي دي لغايه اخر خطوه، بيحصل خطوه هنا في النص ما بين دي ودي انها تتحول لشكل عشان ينفع يتحط على الكهرباء بطريقه معينه بشكل اصفار وحيد.
الكودنج. اوكي الكودنج. طيب الخطوه الحاجه الثالثه اللي بتعملها لنا عندنا هو السيجنالينج، اللي هو ان اطلع بقى الاشاره ايه فعليا، ان انا اطلع الايه الاشاره فعليا. ودي طبعا ليها قصه كبيره تاني للناس بتوع الاتصالات. اوكي ايوه يعني كده فريكونسي مودوليشن امبليتيود مودوليشن. تمام ملناش دعوه احنا خالص بهذا الكلام، بس بص على المنظر الظريف اللي هو عنده. ايه المنظر الظريف؟ دي موجه صح؟ كي. نفسها تحت ولا لا؟ هي تحت. الموجه دي هدمجها مع دي، نفسها تحت ولا لا؟ ها؟ يعني بص دي ودي مش زي هم ودي ودي مش هم هم؟ يقول لك اجمع دي ودي وهنا اجمع دي ودي، المفروض يطلع نفس النتيجه. لا هنا طلع بالطريقه دي بالشكل الاشاره الجميل ده، وهنا طلع بالشكل برضه الجميل ده، شكل فني يعني. فكر ان دي لوحه قدامك، ما تفكرش ان دي رياضيات خالص، انسى موضوع اي حاجه لها علاقه بالاتصالات والرياضيات. تمام تمام. دي غير دي صح؟ دي حاجه اسمها فريكونسي مودوليشن، ودي حاجه اسمها امبليتيود مودوليشن. يعني ولا مش مهم بالنسبه لنا خالص. بص كده اف ام واي ام، ايه دول بتوع ايه؟ حد عارف؟ راديو. راديو بودكاست. عارفين الراديو فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ مش بيبقى فيه اف ام واي ام؟ الشرق الاوسط كنا بنلاقيها زمان على الاي ام زمان، والاف ام دي كانت مش عارف اذاعه القرآن باينه ولا اذاعه، يعني كان في اذاعات اللي هي موجوده على الاف ام واذاعات موجوده على ايه؟ على الاي ام صح؟ وما زال لغايه دلوقتي. مالناش دعوه. احنا مش بتوع مهندسين اتصالات ولا ايه؟ ولا كهرباء. طيب ناخد بقى كونسيبت مهم اسمه الباندويت. اسمه الباندويت. الباندويت هو السرعه. هو السرعه بالنسبه لنا. طبعا تقولي ما تسموش السبيد ليه؟ لا مش موضوع هو مش سرعه ايه نقل مثلا او سرعه مشي، لا احنا بنبعت داتا عندنا فله علاقه طبعا في كلمه باند جايه من قصه وراها. فاذا انت خد الكلمه نفسها باندويت معناها سرعه نقل الداتا. حلو جدا؟ طيب يعني ايه بقى الباندويت؟ بيتقاس ازاي؟ انا بسيطه جدا، ايه اصغر وحده عندنا في الداتا؟ تاني هي البت اللي احنا قلنا بيه الولد ده الصفر والواحد. اذا انا هقيس السرعه دي كامل دوت لما همشي عليه كهرباء يقدر ينقل لي كام صفر وواحد في وقت معين. يعني سرعه العربيه بتتقاس ايه؟ كام كيلو في الساعه؟ صح؟ كام كيلو في الساعه؟ لا احنا هنقيس ايه؟ كام بت في الثانيه. كام بت في الثانيه؟ دي هتبقى وحدة القياس بتاعتي، يبقى أصغر وحدة قياس اسمها bits per second أو BBS. تمام؟ أهي. bits per second أو BS، يعني bits slash second، هتكتب BBS وطيب. جميل جدا. بعد كده قال لك في الكيلو بت بير سكند، والكيلو يعني 1000، مش 1024. عشان أنت درست الكمبيوتر قبل كده فأنت عارف إن الكيلو بايت والكيلو مش عارف إيه بتضرب في 1024، صح؟ لا. عندنا 1000 مش 1024. اوكي في وحده قياس السرعه 1000 مش 1024 واضحه؟ طب وال 24 دول جم منين؟ ايه؟ يعني ايه فكره ال 24 ان هم زادوا؟ لا ال 1024 دول في التخزين، يعني تيجي تحسب حجم الداتا بتضرب فعلا في 1024، احنا بالنسبه لنا بنحسب سرعه فبنضرب في 1000. اوكي؟ بس وبعدين لها علاقه ب 2 وب 8 وقصه ثانيه. هنا بالنسبه لي الكيلو معناه 1000 بت، الميجا اللي بعد كيلو معناها 1000 يطلع كام؟ مليون. الجيجا تبقى 1000 تطلع 1000 مليون يعني مليار. واخر حاجه جايبها لك ايه؟ التيرا تطلع ايه؟ 1000 مليار اللي هو تريليون. بيت بير سكند. بيت بير سكند او كام بيت اقدر انقله في الثانيه. الكابل اللي قدامك دوت اللي موجود في معظم الشبكات اللي انت بتقعد فيها واي حاجه فيها كابلات غالبا مش هيكون شغال بسرعه اسمها 100 ميجا بت بير سكند. 100 ميجا يعني كام؟ 100 مليون. 100 مليون بت في الثانيه. لو عندك شبكه احدث شويه او يعني في مكان بروفيشنال جامد شويه هتلاقي في ممكن يكون كابلات اسرع شويه بتشتغل بسرعه 1 جيجا يعني اعلى من 100 بتضربها في 10، 100 في 10 ب 1000 صح؟ 1000 ميجا بتساوي 1 جيجا. تمام؟ اذا دي سرعه الايه؟ الكابل. انت ممكن زي ما قلت لكم كده تكون سمعت السرعات دي قبل كده في اعلانات تي داتا تاني، حتى لو انت مش فاهم معناها ايه. تي داتا بتقول لك انا هديها لك سرعه الانترنت 1 ميجا، تمام، 2 ميجا، نص ميجا، مش دي السرعات اللي بتبقى موجوده وبيعلن عنها؟ تمام. فاذا الميجا اللي هو بيتكلم عليها ديت هي مليون بت بير ايه؟ بير سكند. تمام؟ طيب جميل جدا. ايه معنى دوت؟ ونقط كذا نقطه مهمه هنفهمها معانا. اول حاجه احنا بنقيس هنا بالبت صح؟ حضرتك كل القياسات بتاعه الملفات عندك اللي موجوده على الاجهزه والتخزين والرامات بتتقاس بالبايت مش بالبت. تاني
احنا بنقيس بالبت بس انت حضرتك المنفذ بتاعتك بتقاس بالبايت. اوكي؟ يعني بس انت مديني الفلاشه دي دلوقتي دي كينغستون 16 جيجا، جيجا ايه؟ بايت. جيجا بايت مش بت. لو عايز تعرف هي كام بالبت لازم اضربها في 8 تمام؟ لازم اضربها في 8 تطلع 128 صح؟ طيب جميل جدا. اذا دي نقطه. ليه النقطه دي مهمه؟ عشان حضرتك هتيجي تبعت ملف على الشبكه، انا لسه قايل لك ان الكابل ده سرعته 100 مليون صح؟ جميل جدا. يبقى ابعت ملف عندي على الشبكه، بص على الملف ده مثلا الاقي حجمه ايه؟ 1 ميجا. ملف حجمه 1 ميجا. فلما ابعته على الشبكه اقول ثانيه واحده الراجل دوت بيستخدم سرعه 100 ميجا في الثانيه. يبقى لو بعت الملف دوت المفروض ياخد 1 على 100 بالثانيه، او يعني لو بعت 100 نسخه منه هبعت كام نسخه منه؟ 100 نسخه، يبقى المفروض ال 100 نسخه دول يتبعتوا في قد ايه؟ في ثانيه واحده، لان في الاخر هيعملوا 100 ميجا، صح؟ لا ده غلط. لان انت بتقول الملف اللي عندك ميجا، اي ملف بتخش على الكمبيوتر وتشوف الحجم بتاعه زي اللي احنا كنا فاكرينه من شويه وقف فين؟ اه لسه. الملف اللي حجمه كام يا جماعه؟ 281 كيلو بايت. بايت مش بيت. تمام؟ لو عايز تعرف البتاع دوت لو عملنا في اي رايت كليك هنا وقلت له بروبرتيز وبصيت هنا على السايز تمام؟ ده حجمه بالتفصيل اكتر اهو 290816 بايت. طب وبعدين؟ برضه لسه ما وصلش اللي انا عايزه. اخد الرقم ده واضربه في كام؟ في 8 يجيب لك هو كام بت. وطبعا عمرنا ما هيجيب لك عمره ما هنا اي برنامج هيجيب لك هو كام بت، يعني مش مفيد بالنسبه لك حاجه. لكن ده الحجم الحقيقي اللي بتحسبه بقى هنا وهو بيمشي ايه؟ على الكابل. واضح القصه؟ طيب في نقطه ثانيه. الملف حجمه 280 كيلو ولا 1 ميجا زي ما انا بقول تمام؟ وهتبعته على الكابل حسبناه بالبت، يعني نفترض اني جبت ملف وطلع بالظبط بالبت 100 ميجا بت مش بايت. 100 ميجا بت حلو جدا. يبقى الملف ده 100 ميجا بت. جميل. لو بعته على الكابل ده ياخد وقت قد ايه؟ ثانيه واحده صح؟ لا برضه. ليه؟ ما انا عملته بت خلاص المره دي اهو. في ايه؟ هقول لك في ايه؟ في ده. ايه ده؟ احنا قلنا ان الملف اللي انا ببعته اللي بقول عليه 100 ميجا بت دوت مش هيتبعت مره واحده كده. انا قلنا هناخده ونبعته مره واحده؟ ما ينفعش. احنا قلنا ان في فكره حصلت اسمها السيجمنتيشن والمالتيبلكسنج، ان لازم اقطع الملف دوت وابعته على كذا قطعه عشان انا وناس ثانيه يقدروا يتكلموا في نفس الوقت. وانت اللي هيحصل حضرتك تقعد تبعت في الملف بتاعك دوت على الشبكه ومحدش غيرك هيتكلم. صح؟ ما ينفعش. فعشان كده قسمنا الملف بتاعنا. طب معنى كده ايه؟ معنى كده نركز هنا لو كان الملف دوت اللي الداتا بتاعتنا اهي 100 ميجا، وعشان اوضحها لك هكتب لك بت 100 ميجا بت زي ما هو بيقول. قطعته ماشي عادي مشكله بقى قطع صغيره عادي. لا مش عادي، لان كل القطع انا مش هسيبها زي ما هي وابعتها. انا زودت عليها هنا حاجه اسمها سميناها ايه؟ هيد. فاكرين هيدر؟ سميتها هيدر. زودتها يعني ايه؟ يعني كتبت شويه حاجات كده فتزوده في مربع. يبقى حجم القطعه دي زاد ولا لا؟ مش بس كده انا سكتش، انا رحت زودت قطعه ثانيه في الخطوه اللي بعد كده. واخيرا رحت زودت قطعتين المره دي في الخطوه اللي بعد كده. شايفين كده كام حاجه زادت؟ ادي 1 2 3 ايه؟ 4. وهنشوف طبعا الحجم بتاعهم كام لسه بالظبط. كل دي زيادات على القطعه الواحده. فلو انت خدت الملف دوت وشوف قسمته كام قطعه، وكل قطعه زاد عليها كام حاجه، يبقى اذا في الاخر اللي ماشي على الكابل هيبقى 100 ميجا؟ لا هيبقى اكتر من كده بكتير. صح؟ يبقى اللي ماشي على الكابل مش 100 ميجا، رغم ان الملف عندك على جهازك 100 ميجا، ولما يوصل هناك وهيتجمع تاني هيرجع كام؟ 100 ميجا، لكن هو في الحقيقه ما اتبعتش على الكابل 100 ميجا، زاد كتير جدا. صح؟ بس كده هو ده اللي ممكن ياثر في الموضوع؟ لا، في حاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه؟ ان انا مش موصل كابل ما بين جهازين. مش هو ده غالبا اللي بيحصل. الشبكه بتاعتك مش كابل موصل كمبيوتر بكمبيوتر ثاني، امال الشبكه عباره عن ايه؟ كابل طالع من الكمبيوتر رايح فين؟ سويتش. سويتش، صح؟ طب جميل جدا. اللي بيحصل جوه السويتش احنا لسه ما نعرفوش، لكن يعني كانت مينيمم قلنا عليه مشترك كهرباء، كهرباء تطلع من هنا وتروح للسويتش، وبعدين تخرج من السويتش لفتحه ثانيه ككهرباء وتطلع الناحيه الثانيه، صح؟ هتاخد وقت جوه السويتش، وهنعرف ليه. الداتا لما تخش السويتش شرط الكهرباء دي هتاخد وقت جوه السويتش، لسه هنشوف بتعمل ايه جوه السويتش طبعا هتاخد وقت ليه. اذا مش بس ان انا هنا باخد وقت وبزود المساحه بتاعتي، الاجهزه اللي في النص، طب افرض الجهاز دوت فيه ما بينه سويتشين، يعني انا متوصل بسويتش وبعدين السويتش ده متوصل بسويتش تاني مش ممكن؟ وبعدين السويتش التاني ده متوصل بجهاز، ايه المشكلة؟ زي رسمة ايه اللي انت شفتها في باكيت تريسر مش فاكرينها؟ الباكيت تريسر اللي كان عليكم، مش كان اتنين كمبيوتر متوصلين باتنين سويتش في النص؟ يبقى إذا الكمبيوتر ده لما كان بيلعب داتا كان بتروح للسويتش الأولاني، وبعدين تطلع للسويتش التاني، وبعدين توصل للكمبيوتر، صح ولا لأ؟ يبقى هنا هاخد وقت أطول لأن في سويتشين في النص، طب افرض في 10 سويتشات، طب افرض في النص منها تلات أربع سويتشات وبعدين في راوتر أو راوترين.
كل ده هياخد وقت ولا لا؟ هياخد وقت. اذا النهاية بتاعت هذا الكلام انك لما تاخد الكابل دوت وتفكر فيه، لما اقول لك ان الكابل سرعته 100 ميجا بت في السكند كمثال، او 100 مليون بت في الثانيه، دي اسمها السرعه النظريه. تمام؟ زي العربيه، حضرتك اشتريت العربيه وغالي بالك على بص داخليه العربيه ديت سرعتها 150 كيلو في الساعه. تبص جوه على الايه؟ العداد بتاعها تلاقي اخره كام؟ 150 كيلو، صح؟ هل ده معنى ان العربيه سرعتها 150 كيلو؟ ما معناه ايه؟ معناه ايه؟ انت شايل العربيه بيقول لك ان هي سرعتها 150 كيلو، معناها ايه؟ يعني انت لما تمشي بالعربيه دي هتبقى سرعتها 150 كيلو؟ ولا هتمشي بسرعه كام؟ 80 60. طب بس طب ليه هو قال لك سرعه 150؟ ده الحد الاقصى، هو ده الكلمه اللي انا بدور عليها. فاهمين الفكره؟ ده الحد الاقصى، لما بقول لك العربيه سرعتها كذا ده اقصى سرعه تقدر توصلها. فلما بقول لك هنا ان الكابل ده سرعته 100 ميجا، مش معنى كده ان هو ماشي على طول بسرعه كام؟ 100 ميجا. ده الحد الاقصى النظري اللي الداتا بتمشي عليه. ولما اكتشفنا ان في عوامل تانية كتير موجوده عندنا، زي ما انا بقطع الداتا، زي ان هي بتمشي وبتعدي على اجهزه في النص كتير، تكتشف ان هو الرقم السرعه اللي هو بيقول عليه دوت ما هوش السرعه الحقيقيه. تمام؟ امال ايه السرعه الحقيقيه؟ خلينا بقى نشوف هنا ثلاث تعريفات كده. احنا اللي اتكلمت عليه لغايه دلوقتي ده تعريف حاجه اسمها الباندويت. هنتكلم دلوقتي عن تعريف حاجه اسمها الثروبوت، واخيرا تعريف حاجه اسمها الجود بوت. اوكي؟ ايه الثلاث كلمات الغريبه دول؟ الباندويت هو السرعه النظريه اللي لما بتشتري اي جهاز او اي كابل فيزيكال حاجه ماديه بيقول لك سرعته كذا. تمام؟ يعني على فكره الكابل سرعته 100، بس في حاجه ثانيه، كارت الشبكه لما بتشتريها لو رحت شريت كارت الشبكه هيقول لك برضه سرعتها كام؟ 100. لما تروح تشتري السويتش هيقول لك سرعته كام؟ 100. فاهمين الفكره؟ مش قلنا في سرعات اكبر من كده وفي سرعات اصغر من كده، تمام؟ فاذا الباندويتس دي السرعه النظريه اللي لما بتشتري اي منتج سواء كابل او جهاز بيقول لك الباندويتس بتاعه كذا. بس زي ما انا قلت لكم دلوقتي فهمت دي سرعه نظريه مش السرعه الفعليه. السرعه الفعليه بقى الحقيقيه اسمها ايه يا جماعه؟ ثروبوت. ثروبوت انا عارف كلمه غريبه شويه، ثروبوت. ايه ثروبوت؟ دي السرعه الحقيقيه اللي انا ببعت بيها. طب كام دي بقى؟ كام؟ يعني اذا كان الكابل اللي مثلا سرعته 100 ميجا نسبه وتناسب مع سرعه الحاجه مش بالظبط نسبه وتناسب، الادق شويه اقول لك حسب، مفيش حاجه اسمها السرعه كام، انا ما اقدرش اقول لك. يعني الثروبوت اللي هو السرعه الفعليه، السرعه كام؟ ما اعرفش. امال اعرف ازاي؟ انك تقيسها فعليا. فاهمين الفكره؟ يعني اعمل ايه؟ مش عارف احكي لك مثال، لو جبت ملف حجمه 100 ميجا بت وبعته مش هياخد ثانيه؟ طب هياخد وقت قد ايه؟ هات ملف وبعته. هات ملف وبعته وشغل ستوب ووتش كده شوف هياخد وقت قد ايه. ده يبقى اسمه ايه؟ ثروبوت. لو بعت الملف ده وخد ثانيتين تمام؟ يبقى السرعه الفعليه بتاعتك كام؟ 50 ميجا في الثانيه. صح ولا لا؟ مش هو الملف 100 ميجا؟ خد ثانيتين يبقى انت تقدر تبعت كام؟ 50 ميجا في الثانيه. لو خد ثانيه ونص، لو خد ثانيه وربع، فمين بقى تقدر تعمل ايه؟ تقيس انت الوقت فعليا. طبعا ما حدش هيجيب ستوب ووتش ولا كده، في سوفت وير موجود على الكمبيوتر يقدر يقيس لك، انا هوريه لك دلوقتي، موجود في الويندوز، مش حاجه يعني هتشتريها ولا حاجه، حاجه جوه الايه الويندوز عندنا تقدر تقيس لك الكلام ده فعليا. هتقول لك السرعه الفعليه اللي الشبكه شغاله بيها ايه دلوقتي. واضح؟ اذا انا اقدر اقيس السرعه الفعليه اللي هي الثرو بوت ديت عن طريق سوفت وير معين موجود عندنا، حاجات كتيره جدا بتقيس لك فعلا السرعه اللي بتبعت وبتستقبل بيها ايه الداتا عندك. طب السرعه دي هتختلف من جهاز لجهاز، من شبكه لشبكه، من كابل لكابل، من سويتش لسويتش، فاهمين اللي عرفت؟ ما اقدرش اقول لك، عشان كده ما اقدرش اقول لك السرعه الفعليه هتبقى كام. انت ممكن اقول لك حاجه غريبه، انك ممكن تبعت نفس الملف من نفس الجهاز على نفس الكابل على نفس السويتش، كل حاجه هي هي، يعني مثبت كل حاجه، ببعت من الجهاز بتاعي لجهاز واحد منكم مثلا، واحنا متوصلين بنفس الشبكه، واجرب ابعته الصبح تمام؟ الاقيه وصل في ثانيه ونص، اجرب ابعته الظهر مثلا الساعه 1 ولا 2 الاقيه وصل في نص ثانيه. نفس الملف، نفس الشبكة، مفيش أي حاجة اتغيرت. لا في حاجة اتغيرت، واحد كان الصبح والتاني كان الظهر، صح؟ اللي حصل إن الظهر الناس كلها كانت في اللانش بريك بتاعتها، فالشبكة كانت فاضية. هنكتشف إن الشبكة بتاعتنا دي زيها زي حاجة كتير قوي قوي بنشبهها بالمرور. المرور اللي هو عندنا كده، صح؟ المرور اسمه ترافيك، اسمه إيه؟ ترافيك، هتلاقي الكلمة دي بتظهر كتير قوي عندنا وإحنا بنشرح في الشبكات، ترافيك، لأنه زيه بالظبط. قطع الداتا بتاعتنا دي عامله زي ايه؟ العربيات، الشارع فاضي وجميل، حضرتك هتبقى سرعتك عامله ازاي بالعربيه؟ تمام؟ هتوصل في وقت قد ايه؟ لا اسمها نازل الساعه 2 الظهر. تمام؟ او نازل الساعه 3 بالعربيه، هتوصل في قد ايه؟ مش هتوصل في قد ايه؟ هيحصل لك ايه؟ فاهمين الفكره؟ فهي نفس القصه بالظبط. يبقى اذا في عوامل كتيره جدا بتحكم في الاخر الثرو بوت ده هيبقى
اوكي. انا التارجت بتاعي كمهندس شبكات شاطر ان اداء الشبكه بتاعتي اللي انا بادرها كويسه ان ده يبقى قريب جدا من ده. اوكي يبقى ده قريب جدا من ايه؟ من ده. عمره ما هيوصل 100%، عمره ما هتوصل السرعه كذا زي ما قلنا اوريدي اصلا، مش هو ده الايه اللي هيحصل في الحقيقه. اخيرا الجود بوت. ايه بقى الجود بوت دوت؟ الجود ده بيقيس الداتا بس بدون الاضافات اللي عليها. تمام؟ يعني الثرو بوت دوت اللي هوريه لك الكمبيوتر يقدر يقيسه دلوقتي بسهوله، هيقيس لك الداتا اللي طالعه فعلا على الكابل. فالداتا اللي طالعه على الكابل هي الداتا بعد ما اتقطعت وبعد ما اضاف ليها كل الكلام دوت ولا لا؟ بعد ما اضاف ليها كل الكلام دوت. لكن الجود بوت بيقيس بس فقط الايه؟ الداتا بدون الاضافات اللي احنا ضفناها عليه. فما بيفرقش معايا كتير، يعني مش هو اللي احنا بنفوكس عليه، اللي بنفوكس عليه اكتر هو الثرو بوت اللي هو السرعه الفعليه اللي الداتا طلعت مشيت على كابل او على كارته النتورك بتاعتي. وانا كده الفرق بين الثلاثه، الباندويث تاني هو الجزء النظري، حاجه فعليه موجوده على رقم كده مكتوب على الجهاز اللي انت بتشتريه او على الكابل اللي انت بتشتريه، الثرو بوت هو السرعه الفعليه اللي رقم مختلف خالص عن السرعه النظريه وبيختلف حسب السيناريو والمكان والكارته والكابل والسويتش، كل حاجه بتختلف فيه من مكان لمكان اخر من شبكه لشبكه. واخيرا الجود بوت ده اللي بيقيس نفس الكلام بس الداتا من غير الايه؟ الاضافات بتاعتها. واضح؟ طب لو عايزين نشوف السرعه بتاعت الشبكه اللي احنا قلت لكم في برنامج موجود في ويندوز، فين هذا البروجرام؟ لو حضرتك عمرك شغال التاسك مانجر، تمام؟ شايفين التاسك مانجر بتاعنا؟ طبعا التاسك مانجر هيختلف في ويندوز 7 عن ويندوز 8 عن ويندوز 10، في اختلافات طفيفه، لكن المفروض ان انت تلاقي في خانه اسمها البرفورمانس، دي موجوده فيهم كلهم، بس شكلها برضه هو اللي هيختلف، حلو كده؟ فلاقي البرفورمانس من اول ويندوز 10 شكله بقى كده شويه، هتلاقي السي بي يو والميموري والديسك ومش عارف والايه؟ ايثرنت، شايفين ايثرنت؟ وتحتيها ايه؟ واي فاي. اوكي اذا ايثرنت طبعا هنا مش متوصل في المثال بتاعنا، لكن لو مثلا دوست على الواي فاي بيجيب لي هنا السرعه بتاعت الواي فاي. شايفين ايه ده عباره عن رسم بيانه، طبعا مفيش اي حاجه بتحصل دلوقتي، فخلينا كده ايه نعمل كده تمام، يعني نحمل اي حاجه عشان يبدا يبان بالنسبه لك. شفتوا ابتدى يطلع ايه في الرسم هنا؟ شايفين الخطوط كده اللي طلعت؟ رسم بياني. رسم بياني بيقيس لك الايه؟ السرعه بتاعتك. لو رجعت هنا ودوست كده تاني فاهم بيحمل، شايفين اللي طلع ونزل هنا والكلام ده كله؟ اوكي ده كده السرعه ايه الفعليه. فاذا انا ممكن ابعت فايل على الشبكه او داونلود ملف مثلا من على الشبكه واقيس السرعه الفعليه هنا، بص كده تلاقي فوق ثروبوت. كلمه اللي احنا قلنا عليها ده مش الباندوز، تمام؟ هو الباندوز مكتوب على الكارت، اوكي الباندوز مكتوب على الكارت زي ما قلنا صح؟ ده الباندوز تحت، لكن مش هو ده معناه ان هي دي السرعه الفعليه، دي السرعه الفعليه والكمبيوتر بتاعنا بيقيسها لنا ومكتوب كام فوق؟ 100 كيلو متر بير سكند لو لاحظتوا يعني 100 كيلو مش يعني حاجه طبعا دي قليله جدا بالنسبه. طب هو ازاي الواي فاي دي سرعه ازاي؟ ايه؟ ايه المشكله؟ دي السرعه الفعليه، انا مجرد حملت صفحه هنا من الانترنت فكانت هي دي السرعه بتاعتها، وحملت صفحه ثانيه اهو كده دلوقتي تمام ورجعت هنا هتلاقي طلع ثاني اهو وراح نزل ثاني، ودي السرعه بتاعته اللي هو بيقيس بيها. هو اسهل ازاي بقى السرعه دي؟ هو الكارت في النتورك الواي فاي ديت بتسجل عندها، يعني لو عمرك شفتها عايز تشوفها اوريها لك هنا فين كارت النتورك عندنا، فاكرين نتورك كان شيرنج سنتر ده؟ فتحناها قبل كده وحبينا نعرف الاي بي ادرس، دوست هنا كده على الواي فاي ديت ودوست على ديتيلز عرفت الاي بي ادرس بتاعي ولا لا؟ صح؟ طيب جميل جدا. في حاجه ثانيه ظريفه هنا كده في الجزء بتاعك، شايف اكتيفيتي دي؟ عمال عدلت عمال اتعد، شايف؟ بعت كام بايت واستقبلت ايه؟ ده عداد عمال يعد في كارت النتورك، اي كارت نتورك كده فيه. فلو انا معايا العداد دوت ومعايا ستوب واتش مش هعرف احسب؟ الكمبيوتر بيعمل نفس الفكره، هو بيشوف اللي طالع قد ايه واللي داخل قد ايه وبيحسب انت كده عملت بسرعه قد ايه. فاهم؟ اوكي فادي ايه السرعه بتاعتي. طبعا في اكتر من كده، يعني بصوا تحت هنا في برنامج تاني خالص اسمه اوبن ريسورس مونيتور دوت، لو دوست عليه تمام في برنامج اسمه بيرفورمانس مونيتور، في حاجات ثانيه اكتر من كده لو عايز يعني ايه تقيس اكتر من كده بكتير وتفاصيل اكتر من كده، لكن ده في تاسك مانجر. ده فين؟ في التاسك مانجر. الموضوع بسيط جدا ان انت ايه توصل. واضح كده؟ يبقى شفنا الباندويث بتاعي وشفنا الايه هنا هتلاقي كلمك على الثرو بوت اللي هو القياس الفعلي، ده طبعا سوفت وير او شكل ويندو لبرنامج سوفت وير بيقيس الايه السرعه الفعليه ويجيب لك يقول لك الداونلود سبيد والابلود سبيد. الداونلود بسرعه كام؟ 80 ميجا والابلود بسرعه 8 ميجا. ايه داونلود وابلود؟ انا بستقبل الداتا من على الشبكه اللي اسمها داونلود، ما بتكلمش على الانترنت. الداونلود يعني بتيجي حاجه داون جايه لك انت
ابلود الحاجه انت بتبعتها على الشبكه، فانت دايما هتلاقي نفسك بتجيب الشبكه اكتر بكتير ما بتبعت. يعني بص هنا تاني المثال بتاعي، تعال بص على الواي فاي، ها سنت وريسيف بعت قد ايه انا؟ 2 مليون ومش عارف كام. طب واستعملت قد ايه؟ 58 مليون ومش عارف كام. تمام؟ كام ضعف تقريبا؟ 30 ضعف تقريبا اللي انا استعملته. ال 30 اللي انا استعملته 30 ضعف اللي انا ايه؟ ده من ساعة ما فتحت الكمبيوتر. ده من ساعة ما فتحت الكمبيوتر وعملت له ريسبونس دلوقتي. تمام؟ من ساعة ما كانت النتورك دي ايه؟ اشتغلت. ورا؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ال ثرو بوت وال سوفت وير او حاجة زي كده بالشكل الظريف ده بيقدر ايه؟ يقيسوا فعليا. بيقول لك طبعا السرعه السموث بوت دي بتعتمد على حاجات كتيره جدا، حجم الترافيك قد ايه؟ نوع الترافيك قد ايه؟ والاجهزه زي ما قلنا اللي في النص، كل ده بيأثر على ايه؟ الحاجه دي، اوكي؟ الحجم ده بيختلف زي ما قلنا، انت بتبعت ايه؟ وده بيفرق كتير قوي، يعني افرض انا ببعت ملف واحد حجمه 50 ميجا مثلا، اوكي؟ وانا ببعت 50 ملف كل واحد حجمه ميجا، ايامهم هياخد وقت اكتر. يعني فكر فيه. ببعت ملف، ملف واحد 50 ميجا، وملف ده تمام؟ لا هو مش ملف، ده طلع ملف مضغوط زي فايل، فلما فكيته طلع عباره عن 50 ملف كل واحد ايه؟ 1 ميجا. إيه؟ لو بعت مش هم في الاخر 50 ميجا كده كده؟ طيب يا ترى لما هبعت الملف الواحد ده ياخد وقت اسرع على الشبكه ولا لما هبعت 50 ملف ياخد وقت اسرع على الشبكه؟ 50 ملف ياخد وقت اسرع. مين اسرع؟ اسرع ولا 50 ملف؟ اسرع اكتر ولا اسرع؟ اسرع هيوصل بسرعه اسرع، هياخد وقت اقل من 50 ملف. ملف واحد ليه؟ فكر هنا تمام؟ ليه؟ ملف واحد هعمل فيه انا القصه دي كام مره؟ مره واحده، هقطعه واحط عليه الحاجات وابعت، صح؟ جميل. لكن لو 50 ملف هتعمل الكلام ده كام مره؟ استنى شويه هياخد وقت، حجم الملف بيفرق، نوع الداتا بتاعتنا نفسها بتفرق، يعني ايه نوع الداتا؟ فاكرين لما اتكلمنا مش كل الداتا عندنا انا عايز امشيها متساويه؟ فاكرين المثال بتاع كارفور وانت داخل في كذا كاشير، ولا المثال بتاع فودافون انت داخل مفيش غير هو كلنا متساويين؟ مش كلنا متساويين في المثال بتاع الداتا بتاعتنا، مش عايز الداتا تكون متساويه، انا عايز ان في داتا توصل اسرع من الناس الثانيه، عايز ادي اولويه، قلنا حاجه اسمها برايورتي، عايز ادي اولويه لداتا عن داتا اخرى، زي الداتا بتاعت الفويس مثلا اللي هو صوت حضرتك محتاج ياخد اولويه عشان يوصل اسرع، اطلعه اول الطابور، ما ينفعش ادخله فين؟ في الطابور يمشي عادي. تمام؟ وطبعا الاجهزه اللي في النص عندي بتفرق جدا زي ما قلنا، في سويتش واحد في النص ما بينكم ولا سويتشين ولا ثلاثه ولا خمسه ولا في راوتر ولا مفيش، كل جهاز من الاجهزه دي بيأخر الداتا عندنا، بيعمل حاجه اسمها ديلي او تأخير، عشان خاطر يأدي وظيفته، احنا مش فاهمين هو مش مشترك كهرباء، كل شويه بقول لك هو شغال مش، بس هو مش مشترك كهرباء، يعني لو مشترك كهرباء ما كانش هيأخر الداتا، صح؟ مشترك كهرباء عباره عن ايه؟ لو عمرك حد فاكر مشترك كهرباء عباره عن ايه جوه؟ سلك كهرباء. هو سلك كهرباء بيوقف، انت ما عملتش حاجه، انت فاهم الفكره؟ يعني كانك طولت السلك، لكن هو مش مشترك كهرباء، هو حاجه اكبر من كده. تمام؟ اوكي. انواع الفيزيكال ميديا بتاعتنا، طبعا انواع الفيزيكال ميديا كتير زي ما قلنا، لكن هنا بيقول لك مثلا الكوبر اللي هو النحاس عشان تبقى فاهم. وده اللي قدامنا صوره راوتر جميل جدا من سيسكو، من احدث الراوترز اللي هم نزلوها، الموديل بتاعه رقمه 1941، تلاقيه موجود في باكيت تريسر لو عايز هنبص عليه نشوفه دلوقتي، لكن ده الشكل بتاعه، الظهر بتاعه من ورا ال 1941 موديل بتاعنا، وده شكل مجموعه من الفتحات بيقول لك هنبص عليها ونشوف ايه الفتحات دي. بص على المجموعه الكبيره دول هنا عباره عن اربعه واربعه، تسع فتحات صح؟ بيقول لك دول فاست ايثرنت سويتش بورتس، اوكي؟ ده راحهم احنا لسه ما نعرفش ايه الاسم الغريب ده، لا احنا عارفين ايثرنت، انا قلتها كذا مره، ايثرنت يعني ايه؟ يعني بتوع لان بيخش فيه الكابل العادي بتاعنا دوت. حلو. طيب والفتحه دي ايه؟ يقول لك دي اس اتش دي اس ال انترفيس، دي اس ال اس اتش دي غريبه بس دي اس ال عدى علينا، ده اللي قلنا بيبقى كابل ايه؟ تليفون. في الحقيقه لو ركزت شويه الفتحه دي هتلاقيها اصغر من دول، زي ما قلنا في الراوتر بتاعنا بتاع فودافون ولا ده اللي مش ولا الفتحه دي اصغر. اوكي فدي الفتحه بنسميها ايه؟ لو بصيت هنا على الراوتر تبقى تبقى دي اس ال بقى، برضه هنا في الراوتر بتاع سيسكو عنده فتحه هو كمان ايه؟ دي اس ال، اي نعم دي اس ال غريبه شويه ايه اس اتش ده بس مالناش دعوه. بعد كده الفتحه دي بيقول لك مانجمنت بورتس، دي في الحقيقه ثلاث فتحات موجودين منهم واحده بس احنا خدناها ركزنا عليها اللي هي الكونسول. فاكرين فتحه الكونسول؟ مش بصينا عليها شفناها في السويتش فتحه لونها رمادي كده ما بيخش فيها، بيخش فيها كامل شبه ده برضه بس لونه ازرق صح؟ اللي هو كامل الكونسول. هنا في فتحه اسمها ايثرنت برضه بس بدل فاست ايثرنت طلع اسمها جيجا بت ايثرنت. واخيرا هنا في فتحتين يو اس بي تايب اي كونكتور، ده اليو اس بي العادي اللي موجود في الكمبيوتر بتاعك.
طب هو ايه اللي عايز يوصله لك من كل دوت؟ كل دول بيخش فيهم كابلات وكلهم كابلات نحاس لكنهم مختلفين عن بعض خالص، مختلفين عن بعض خالص. هنا بيخش كابل نحاس اسمه فاست ايثرنت وبيشتغل بالستاندرد اللي اسمه فاست ايثرنت. هنا بيخش كابل تليفون وبيشتغل بالستاندرد اسمه اس اتش دي اس. هنا بيخش كابلات غريبه الحقيقه زي كابل الكونسول اللي احنا شفناه باللون الازرق ده اسمه الرول اوفر بتاعنا. هنا بيخش كابلات ايثرنت برضه لكن مختلفه في السرعه بتاعتها. انت ابتديت تفهم بقى دلوقتي الجيجا دي سرعه صح؟ فواضح ان دي سرعتها اكبر بكتير من الحقيقه الفاست. الفاست ده هو اللي انا ماسكه في ايديا اللي هو سرعته 100 ميجا. الجيجا هي اسرع من 100 ميجا اكيد. الجيجا اسرع من 100 ميجا. وهنا يو اس بي، كابل يو اس بي الهاتف بتاعك اكيد شفنا كابلات يو اس بي قبل كده زي الداش عميل موبايل مثلا تمام، ده طرف يو اس بي. كل دول بتمشي فيهم يا جماعه كابلات نحاس وبتمشي فيهم اشاره كهرباء لكنهم مختلفين خالص عن بعض. شكل الاشاره مختلف، هو عايز يقول لك كل دول نحاس لكن في الاخر الاشاره مختلفه وكل واحد منهم بيشتغل بطريقه مختلفه عن الاخر. طب اليو اس بي لازمته ايه في السويتش في الراوتر؟ الراوتر له لازمه. ما بتوصلش بيه جهاز، انا بتوصل بيه في الحقيقه فلاشه زي الفلاشه دي مش هنسميها فلاشه ديت هو اليو اس بي سمثينج او يو اس بي درايف. نقدر نوصل يو اس بي درايف هنا في الراوتر او السويتش هنعرف ايه قدام. له فايده. طيب جميل جدا. يبقى اذا انواع الميديا عندنا كتير ومتنوعه حتى جوه النوع الواحد، يعني هم ثلاثه كبار اللي هم نحاس وفايبر ووايرلس، لكن حتى جوه النوع الواحد طلع في انواع وحاجات مختلفه كتير. هنا في الاكتيفيتي دي بيقول لك طيب بناء على اللي احنا قلناه يا ترى نقدر نوصل الخمس حاجات دول ولا لا؟ الحقيقه احنا الثلاثه منهم ممكن يعني ممكن نحاول نوصل لهم، ان احنا خدنا حاجه اسمها سيجنالينج او يعني عدت حاجه اسمها سيجنال وحاجه اسمها انكودنج عدت علينا وفيزيكال كومبوننت اظن واضحه اللي هي المكونات الماديه، لكن ما خدناش سينكرونس والاي سينكرونس دي هحاولها لك دلوقتي هي. تعال نشوف هاردوير ديفايسز ميديا اند كونكتورز ويتش ترانسميت اند كاري بيت سيجنالز. اجهزه ميديا كابلات يعني مثلا كونكتورز اللي هو زي الاطراف بتاع الكلام بتاعنا اللي هم بينقلوا وبيشيلوا البيت سيجنالز. طبعا دي الفيزيكال كومبوننتس دي المكونات الماديه كذا حاجه مع بعض يعني دول مش شبه بعض لكن كلهم في الاخر بيعتبروا ايه؟ الفيزيكال كومبوننتس. How ones and zeros are represented on the media varies depending on encoding scheme. هو حاملها لك طبعا بيقول لك ازاي الواحد والاصفار بيتحطوا على الميديا وبيختلف بناء على نوع الانكودنج. هو جه حاملها له هو نوع الانكودنج اه يبقى دي اسمها ايه؟ الانكودنج. دي العمليه اللي هو ازاي الواحد والاصفار بتتحط على الميديا. A method for converting streams of data bits into grouping of bits predefined. ده اللي هو الاشاره، ازاي طريقه ان انا احول الاصفار بتاعتي ديت لمجموعه من البيتس ومحدده قبل كده، دي غالبا الايه؟ السيجنالينج ميثود. انا متاكد كده لغايه دلوقتي؟ العكس. ايه هو العكس؟ هنا ده هو كده وده هو كده. ده برضه العكس. ده ده ينزل بس وده كده. هنا بيقول لك طريقه ان انا احول الاصفار الوحيد ديت لايه؟ لاصفار واحد. فهو ده الكودنج. الله طب اللي فوق ده ايه؟ هو انا قلت لكم كلمه الكودنج واحنا كلنا ماشيين مع بعض ورا بعض وده في كلمه الكودنج يبقى الاجابه ايه؟ الكودنج وطلع ان هو غششنا طلع بيضحك علينا. اوكي؟ مش هتتعوض. تتعوض على اسئله سيسكو. بيقول لك هاو وانز ار زيروز ار ريبريزنتد اون ذا ميديا. اقف عند كده مش فيش اي حاجه تانيه. ازاي الواحد والصفر بيبقوا موجودين هنا في الكم دوت؟ دي الاشاره. اوكي؟ ازاي الواحد والصفر بيبقوا موجودين هنا؟ دي اسمها ايه؟ الاشاره. لانه هنا شكلهم ايه؟ ممكن زي الرسمه اللي كنا رسمينها هنا من شويه طالعين فوق وتحت، زي الرسمه اللي هو كان رسمها من شويه، وبعدين ده كابل كهرباء. طب احنا ما شفناش شكل التمثيل بتاعهم في الضوء. مش في ضوء عندنا موجود؟ طب في الواي فاي في الوايرلس. اذا شكلهم في الميديا ده اسمه سيجنالنج، ازاي ان انا احولهم لاشاره، ده الاشاره بتاعتي. لكن هنا ان انا بحول شويه اصفار لشويه اصفار، بحول البيتس لبيتس. اصفار واحد بحولهم لاصفار واحد، ده اللي اسمه ايه؟ ايه بقى التعريفين اللي احنا ما قلناهمش؟ كان عارف الكلمتين دول غراب شويه. سينكرونس واي سينكرونس. واضح ان الكلمتين شبه بعض بس فرق حرف صح؟ سينكرونس معناها متوازن او متساوي، واي سينكرونس معناها مش متوازن ومش متساوي. فلو خدت المعنى ده بالانجلش بس كده وقريت evenly spaced time duration for signals يعني وقت للاشارات، evenly يعني متوزع متساوي، arbitrarily space time duration for signals يعني الوقت للسيجنالز بس مش متساوي عشوائي.
فطبعا واضح المتساوي اللي هو تعريفه كده والمش متساوي تعريفه كده، وما تقلقش هتقول ده كلام ده الانجلش واحده بتاعه صعب جدا ان انا اكتبه، مش عليك يعني، مش التفاصيل اللي هي بتاعت الكلام ده كله مش عليك، التفاصيل كبيره على سينكرونس وايه سينكرونس دوت، فكر فيها بطريقه ابسط من كده بكتير. يعني ايه متساوي وغير متساوي بالنسبه لنا في عالم الشبكات؟ حاجه زي الدي اس ال. الدي اس ال اللي بيجي عند حضرتك في البيت لما بتشتري بتشتري بسرعه كام؟ 1 ميجا. جميل. او 2 لحد 5 او 2 او 5 وات ايفر، خلينا نختار واحده منهم 1 ميجا. ال 1 ميجا دي سرعه الداونلود. طب حضرتك بتجيب حاجه من الانترنت تلاقي سرعتها كام؟ 1 ميجا. جميل جدا. طب والابلود لما ابعت حاجه سرعتها الانترنت بتبقى سرعتها كام؟ 1 ميجا برضه؟ لا. لو بصيت لو ركزت في العدد بتاع شركات الانترنت هيقول لك 1 ميجا او 1024 غالبا بيكتبها على 256. ايه ده؟ ربع ميجا. 1024 اصل بتاع 4 تطلع 256، يعني بالك الداونلود 1 ميجا بس الابلود ربع ميجا. ده اسمه asynchronous، يعني مش متساوي. هو كده متساويين؟ الداونلود مش زي الابلود، مش متساويين خالص. فده اسمه asynchronous، يعني غير متساوي. في نوع من الدي اس ال موجود هنا لو عايزه موجود بيبيعوه اسمه synchronous، ان هو متساوي. يعني لو رحت اشتركت 1 ميجا هيبقى 1 ميجا داونلود و1 ميجا ايه؟ ابلود. ده موجود بس ده للشركات، يعني هو جاي فلوس كتيره مش زي التاني اللي هو رخيص اكتر بكتير. واضح القصه؟ فاذا ده بس المثال لفكره اي سينكرونس وسينكرونس، الكلمتين دول غراب، متساوي وغير ايه؟ متساوي. اوكي؟ سيبك الموضوع اللي هو كهرباء والوقت واللي هو بيقوله ده ما يهمنيش خالص. هبص اول حاجه على الكبر وبعدين هنخش بعد كده خلاص بقى كده جزء النظر الغلس جاي كله كلام يعني عملي بمعنى ان هو حاجه ماديه فعلا بنتكلم عليها. هبص على الكبر اللي هو النحاس، هبص على الفايبر، واخيرا هبص على ايه؟ الوايرز. الكبر او النحاس بتاعنا يقول لك ايه الخواص بتاعته؟ ادي هنا اشاره كبر زي اللي انا شرحتها لكم على الصدوره فاكرين؟ بص كده 3 فولت يبقى ده كام؟ 1. 0 فولت يبقى ده 0. تمام؟ 1 عشان 3 فولت، 3 فولت معاها 1 تاني بعديها، وبعدين 0 0 وهكذا. شايفين طريقه التعبير ديت؟ جميل جدا. دي بيور ديجيتال سيجنال، يعني اشاره ديجيتال بيور او نقيه، دي اللي المفروض بتمشي شبهها على ايه؟ على الكاميرا عندنا. حلو كده؟ طيب كويس؟ جميل. دي الحاجه الغريبه دي، نفس الرسمه، رسمنا رسمه ثانيه كده، بس حاجه غريبه جدا. بصوا اللي فوق كان شكلها ظريف ومحترم ازاي، اللي تحت دي تحس انها شويه حد طفل صغير مش احمر. صح؟ ايه ده؟ بيقول لك دي انترفيرنس سيجنال. ايه الانترفيرنس سيجنال؟ اشاره التداخل. وده يوصلنا لاول مشكله في الكاميرات. اوكي؟ الكاميرات دايما دي جميله ما فيش فيها كهرباء، مش هنقعد نشرح اكتر كده، ما فيش فيها كهرباء وهي كاميرات نحاس، لكن هنشوف المشاكل بتاعتها. ايه بقى اول مشكله بتقابلنا؟ الانترفيرنس او التداخل. التداخل ده بيجي منين؟ ساعات بنسميه انترفيرنس، ساعات بنسميه نويز او ضوضاء. اوكي؟ له اسم ادق، حاجه اسمها اي ام اي. الكترومغنتيك انترفيرنس ده بيجي من ايه؟ من اي حاجه شغاله كهرباء. يعني اي حاجه شغاله كهرباء لو انت ما تعرفش بتولد حواليها مجال كهرومغناطيسي. تمام؟ جميل جدا. طب وايه المشكله؟ عادي مفيش مشكله، معظم الوقت مفيش مشكله. الا لو مشيت كابل زي ده كده جنب حاجه بتولد مجال كهرومغناطيسي قوي. لان يعني المجال ده عباره عن اشارات، هي الاشارات اللي انتم شايفينها الشكل الغريب ده. دي مثال بسيط جدا، بتاع اللي فوق ده. ايه ده؟ اللي فوق خالص التكييف. جميل جدا، ايه التكييف؟ التكييف زي ما شايفين طالع منه كابل كده تخين ضخم شويه وداخل خارج الحيطه، ايه الكابل ده؟ كابل ايه؟ كهرباء. كهرباء. اول ما شفت كابل الكهرباء بتاعه تخين كده عامل ازاي؟ لو انا جبت وانا بمشي كابلات الشبكه، رحت ماشي كابل الشبكه بتاعي جنب الكابل دوت. ماشي جنب الشبكه بتاعي جنبه، هتقول لي ما انا ماشي جنبه هنا، لا جنبه يعني لازم فيه كده، ماشي على نفس الخط بتاعي، هنا مجرد متقاطعين مع بعض. ايه اللي هيحصل؟ هتحصل مشاكل. هتحصل مشاكل في كم الشبكه بتاع حضرتك. ليه؟ لان هيحصل اشاره انترفيرنس او اشاره تداخل بتحصل من الاستاذ التكييف على اساس ان الكهرباء بتاعته قويه جدا. الكهرباء بتاعته زي ما انتم عارفين ليه واخد كابل تخين قوي كده؟ الكهرباء جامده شويه فبيطلع اشاره جامده شويه هتاثر على الاستاذ دوت. هتاثر عليه ازاي؟ تعالى نشوف. دي الاشاره بتاعتي اللي ماشيه في الكابل، ودي الاشاره الشخبطه الغريبه دي الانترفيرنس او التداخل اللي ماشيه جنب الكابل.
تمام؟ بس هنخش هنأثر جواه، هنخش عليه جوه. ايه اللي هيحصل لما تدمج الاثنين دول مع بعض؟ يعني خد دي ودي ولزعهم في بعض، تمام؟ هو ده النتيجه اللي هتحصل. هي دي النتيجه اللي هتحصل، خد ده وده ولزعهم في بعض، هي دي النتيجه اللي هتحصل. تقولي يعني الاشاره باظت شويه ما بقتش نقيه، بس ايه المشكله؟ تعال نشوف ايه المشكله. المشكله هو الاتي، لما كانت بادية عندي كده، خليها وهي كبيرة هنا كده، لما كانت بادية هنا كانت 101100100101101 اللي هو ده كده. لاحظ ايه اللي حصل هنا؟ في زيرو عندنا اتقلب بقى واحد. ليه؟ النويز او اشارة الكهرباء ديت لما دخلت معايا هنا في الخانة ديت في الحتة دي راحت عادت فوق شوية. صح؟ الكهرباء زادت شوية. فده معناها انها على الكابل بدل ما كانت زيرو بقت ايه يا جماعة؟ بقت أو العكس، ممكن تبقى منزلها حاجة شوية تحت، بدل 1 تبقى إيه؟ تبقى 0. النتيجة في الآخر واحدة. الداتا اللي ماشية هنا على الكابل ديت كانت طالعة بشكل معين، في 1 و 0 مثلاً. واحد من الوانز أو الزيروز البيتس بتوعنا دول، عقبال ما يوصل الناحية التانية وهو معدي كده جنب التكييف دوت وماشي نازل فيه، الإشارة هتبوظ. وتوصل الناحية التانية إيه يا جماعة؟ بايظة. الإشارة هتوصل الناحية التانية بايظة. مش سليم. تقول لي ده اللي فيها صفر بس ولا واحد بس، ايه المشكله؟ ده خانه واحده بنت واحد، يعني ما نصلحه ولا نعمله اكيد في طريقه للتصليح؟ لا، مفيش طريقه للتصليح. تمام؟ هنقول لك الطريقه ازاي تكتشف، ازاي مثلا الكمبيوتر ولا السويتش ولا اي جهاز بيكتشف ان الاشاره باظت، ان الداتا دي قطعه الداتا دي باظت كلها. تمام؟ وهنعمل ايه ساعتها؟ هنكتشف ازاي انها باظت، وهنعمل ايه ساعتها؟ اقدر اقول لك من دلوقتي هنرميها، مش هنستخدمها. اوكي؟ لا ينفع اصلحها ولا ينفع اعمل اي حاجه غير ان انا ارمي قطعه الداتا البايظه. طب هي بتوصل لي بايظه بمعنى ايه؟ يعني لو بعت لي صوره مثلا. مفيش صوره، مفيش حاجه اسمها صوره. انا ببعت لك ايه في الاخر؟ ببعت لك فريم. الفريم دي بتتحول ايه في الاخر خالص؟ صفار وحيد. تمام. لما انت هتستقبله من الناحيه الثانيه هتستقبله صفار وحيد في الاول، اشاره الكهرباء. اشاره الكهرباء دي عادي هتستلمها كلها زي ما هي، انت ما تعرفش اذا كانت سليمه ولا مش سليمه. اللي هيكتشف كده في الحقيقه الخطوه اللي فوق. لما يستلم الفريم ديت تمام هتبقى مش سليمه. ايه قلنا الفريم دي عامله زي الكرتونه بنحط فيها الحاجه بتاعتها قبل ما نشحنها. تقفلها كده تقفلها بالسكوتش تيب وتبعتها، صح؟ انت جات لك حضرتك الكرتونه دي لقيتها متقطعه ومتبهدله ولا مثلا مثلا الله وقع عليها ميه والحاجه بقت مبلوله كده خالص. هتعمل فيها ايه؟ هترميها. اوكي؟ ما بقدرش اعمل حاجه زي كده. الاصل بتاعها بقى اللي جوه انا حتى مش عارف هو ايه، انت بتقول صوره او ملف او اي حاجه هيوصل لي ازاي؟ هو باظ خالص، كل حاجه اللي جوه القطعه دي باظت، عشان هي الحاجه بتاعتها بتبقى كذا قطعه. انا بتكلم على ايه؟ قطعة واحدة من الداتا بتاعتنا باظت. اوكي؟ ارمي. ان شاء الله نتعامل معاها. ارمي. واضح؟ طيب جميل جدا. اذا دي مشكلة كبيرة. دي مشكلة كبيرة اللي هي ايه؟ الانترفيرنس. اعمل ايه؟ مش هحلها، اعمل ايه؟ ابعد. بس ابعد عن مصدر الانترفيرنس. ابعد عن مصدر الانترفيرنس. ايه مصادر الانترفيرنس؟ اي حاجة بتاخد كهرباء عنها او فيها موتور جامد. فيها موتور جامد، مفيش ريول لما بيشتغل. تمام؟ اي مكن، المكن اللي هو الضخم دوت، كل الحاجات ديت بالظبط، المواتير بتعمل هذا الموضوع. فلازم نبعد عن الكلام دوت خالص. على افتراض ان انا السلك ده جاي لي من بره البيت خالص، وانا ما عرفتش الخلل جاي منين. في برنامج بيقدر يساعدني؟ لا مش برنامج، في ادوات، انا ده حاجات كهرباء، صح؟ في ادوات هنشوفها في يوم من الايام، هنشوفها بتقدر تعرف لك بالظبط ايه المشكله في الكلام دوت. مش كده يا باشمهندس اللي ماشي جنب الكهرباء؟ لا هنا مش ماشي جنبه لانه متقاطع معايا، شايف ال دي ودي كده؟ ما يأثرش يعني؟ لا مش هيأثر عليه. اوكي؟ تأثير مينيمال او يعني تأثير بسيط كده. المشكلة كلها لما يبقوا ماشيين جنب بعض، وده احنا بنتفاداه تماما في الانستليشنز في الاماكن طبعا البيزنس وحاجات كده، ما بنمشيش ابدا كابلات الكهرباء جنب كابلات الايه؟ الشبكة. اوكي؟ لو بعتهم عن بعض فرق بسيط او يعني حطيت لهم انستليشن او عزل ما بينهم خلاص مفيش مشكلة. ايه تاني المفروض نفكر فيه غير كابلات الكهرباء والمواتير والحاجات زي دي؟ لمض النيون. لمض النيون ما ينفعش تمشي الكابلات جنب اللمض النيون. لمض النيون ديت؟ يس. اوكي؟ ما ينفعش. فاذا في بعض الحاجات لو التزمت بيها في الانستليشن بتاعك. اللمض النيون ما ينفعش تعمل ايه؟ فكر. انت بتاع كهرباء؟ دور طفي. دور وطفي اللمبه النيونيه. ايه اللي بيحصل؟ اللمبه النيونيه بتشتغل ازاي؟ مش عارفين فيها ايه موجود؟ ايوه هو ده بس. على
مشكلتي ساعه ما بتنور مش وهي شغاله دلوقتي. مشكلتي اول هو ده اللي بيعمل مشكله في الموضوع انت اللي بتاثر الكلام ده كله. اذا في حاجات كتيره زي كده فزي ما قلنا ابعد عنها. طب افرض حضرتك مثلا رايح مصنع بتوصل فيه شبكه مصنع كله بطيء كله مكان هتعمل ايه ساعتها؟ اوكي؟ يعني هنشوف بعض الحلول لهذا الموضوع لغايه ما نوصل طبعا لحل ايه اساسي. بس واضح كده شفنا ازاي ان الداتا عندي باظت كده بهذا الشكل بسبب المشكله دي. ادي بقى اسمها بالكامل، عارف اسم غريب بس كالعاده احنا محتاجين نعرف الاختصارات بس. EMI او الكترو ماجنتيك انترفيرنس، ده الانترفيرنس اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، يعني الكهرومغناطيسي ده الكترو ماجنتيك، وبعدين انترفيرنس يعني تداخل. في نوع ثالث، نوع ثاني سؤال اسمه RFI راديو فريكونسي انترفيرنس، بتقول لي راديو راديو يعني ده قصده ايه؟ قصده الموجات برضه اللي بتبقى موجوده بس مش دوت اللي جايه من ايه؟ من حاجه مش 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 كابلات مثلا او مش كهرباء انت حاسس بيها، زي ايه مثلا؟ زي لو انت ساكن جنب المطار او بتوصل كابلات في المطار. ليه في المطار؟ عشان الطياره وهي طالعه والطياره وهي نازله. اوكي؟ دي قصه كبيره جدا على اللي بيحصل في الهواء. اوكي؟ دي مشكله. لو انت ساكن او موجود الشركه بتاعتك في اماكن بيحصل فيها حاجه اسمها عواصف رعديه، احنا مرحومين هنا طبعا من الحاجات ديت، انت عارف الرعد والبرق صح؟ بيحصل ساعات في الشتاء، اوكي؟ عادي، لكن في حاجه اسمها عواصف رعديه، يعني اوكي؟ اللي هو عباره عن ان الجو كله بيبقى متكهرب. الجو نفسه بيبقى ايه؟ متكهرب. تلاقي مثلا تحصل حرائق بسبب ان ايه؟ البرق دوت عمل في شجره، فالشجره ولعت. ما بتشوفش حاجه زي كده عندنا، حاجات نادره جدا لكن موجود في اماكن، خصوصا الاماكن مثلا فيها صحراء او حاجه زي كده. اذا في عوامل ثانيه، في حاجات ثانيه ممكن تبقى موجوده بنسميها الار اف اي او راديو فريكونسي انترفيرنس. يبقى دي اول مشكله عندنا في كابلات النحاس، وقلنا الحل بتاعها نبعد عنها، ده الحل الاول، لسه هنشوف ايه؟ يعني حاجتين تانيين، بس الحاجه الاولى ان احنا نبعد عنها. المشكله الثانيه اللي بتقابلنا في كابلات النحاس حاجه اسمها كروس توك. ايه كروس توك؟ توك يعني كلام، كروس يعني كروس معكوب، ايه الكلام؟ عارفين لما بنقول لك ان في حاجه دخلت على حاجه؟ ده معنى كروس توك، حاجتين دخلوا في بعض. اشارتين دخلوا في بعض، ده معنى الكلام بتاعنا دلوقتي. طب ايه اللي هيخلي اشارتين يدخلوا في بعض؟ ما ماشي الكلام ده، ايه المشكله؟ المشكله انك تكتشف، اوكي لسه هنشوف هذا الكلام دلوقتي او غالبا بعد البريك، ان البتاع الظريف اللي انا واثق في ده كامل ده ما هوش كامل. امال هو ايه؟ هو ثمان كابلات. ده مش كابل واحد. ده كام كابل جوه؟ 8. ده كام واحد؟ 8. فالثمانية الحلوين دول بيمشوا فيهم اشاره كهرباء، وهم جوه بتاع البلاستيك اللي انا ماسكه في ايديا دوت ماشيين جنب بعض. الاشارات بتاعتهم هم نفسها ممكن تخش في بعض. تمام؟ يبقى في جوه هنا 8 اطراف او 8 كابلات، والاشارات بتاعتهم ممكن تخش في بعض. ده معنى ايه؟ كروس توك. طيب ايه الحل بتاعه؟ هو دول 8 تأكيد عاملينه 8 لسبب، تعرف طبعا عاملين يعني ليه مش طرف واحد؟ ليه هم 8؟ هنعرف هو ليه 8؟ بنستخدمهم ازاي ال 8 دول؟ دي حاجه اساسيه، طب هنعمل ايه عشان خاطر نلغي المشكله دي؟ ده جوه الكابل نفسه بقى ما فيهاش خبط بيون ولا تحديد حاجه عنه ازاي ده ولا حلها ازاي؟ قال لك عاملين لها حل بسيط جدا جدا. الثمان اطراف دول موجودين جوه الكابل بطريقه معينه بحيث ان تلغي المشكله بتاعت الكروس توك. ايه الطريقه المعينه دي؟ ان هم ملفوفين على بعض. حاجه اسمها تويست. تويست يعني ملفوفين كده. اوكي؟ طبعا يعني مش عجبان غير لما تشوفها صوره. وهقولها لكم طبعا عامل ايه ان انا اوريكم ايه الجهاز دلوقتي. اوكي صوره اكبر شويه من الصوره ديت. شايفين هنا؟ دول الثمان اطراف اللي جوه ايه؟ الكابل عندنا، والثمان اطراف شايفين عاملين ازاي؟ ملفوفين حوالين بعض، كل اثنين ملفوفين حوالين بعض. اللفه دي عن قصد اسمها تويست. اوكي؟ والتويست ده بيلغي الاثر بتاع الكروس توك. ومش مجرد ان انت بتلفهم كده وخلاص، مش تبقوا فاهمين الفكره، مش مجرد انت تلف على كده، مش ده كده بقى تويست كده اللي انا عامله ده؟ لا، في فن للموضوع ده، في علم للموضوع ده، ان التويست مش كله زي بعض. هتعمل كام تويست؟ كام لفه؟ تمام؟ تعمل كام لفه؟ دي تفرق كتير جدا. اوكي؟ ما انا كنت عامله تويست دلوقتي، هم كانوا تويست في الحته دي، بس ممكن اقعد ايه؟ ازيد شويه وازود ايه؟ اللفات بتاعتي. صح؟ ده يفرق كتير بالنسبه لي. ساينس وراه طبعا الناس اللي بتصنع الكلمات عارفين الكلام ده كويس جدا. ليه؟ المفروض يبقى في كام لفه جوه كل متر مثلا او جوه كل سنتي. فاذا هنشوف ايه الكلام ده، وهنجيب طبعا كامل زي دوت وين وارهولكم قدامكم. خلينا ناخد